بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أستاذتنا الفاضلة البشمهندسة فوزية فوزي، وهي محللة نظم معلومات جغرافية في إسري، ودي من أكبر شركات على مستوى العالم في الجي أي إس، هي رقم 1 وجي أي إس انستراكتور، مدرس نظم معلومات جغرافية في الجي أي إس أكاديمي، ومساعد علمي في اليونسكو. فإن شاء الله محاضرة قوية جدا في موضوع الجي اي اس. ألف شكر حضرتك، اتفضل. الله يخليك يا باشمهندس، الله ألف يخليك. شكر. طيب بس انا مش هعمله سلايد شو عشان بيتقل الجهاز، يعني هنتفرج بس على السلايدز وهي بشكل افضل. تمام، السلام عليكم. السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله كده احنا هنبتدي المحاضرة دي، هتبقى يعني اغلبها نظري. هندي انترودكشن بس عامة كده عن الجي اي اس. طبعا الانترودكشن دي مهمه قوي، ان احنا يعني بندي البيزكس بتاعت الجي اي اس. طبعا الجي اي اس ده تراك كبير جدا، ويعني طبعا كاحنا كمبتدئين المفروض ان احنا نمر مرور سريع كده على مراحل الجي اي اس، نبقى عارفين بس السيستم بيمشي ازاي. لكن طبعا احنا هنركز على الدروس الاولانيه بس، او الحاجات البيزكس في الجي اي اس. المحاضرة دي زي ما اتفقنا ان هي تبقى نظري، وفي اخر المحاضرة كده هنحاول ان احنا ندي وقت للأسئلة. طبعا الموضوع مفتوح للمناقشة، المحاضرة دي بالذات يعني المناقشة فيها ممكن تتطرق لأي مرحلة من الجاي عادي، مفيش مشكلة. بس يعني بداية من المحاضرات القادمة هيكون تركيزنا بس على الدرس اللي احنا بنتكلم فيه. الأول بس نبدأ يعني إيه جي اي اس. هي جي اي اس هي اختصار لحاجة اسمها جيوغرافيك انفورميشن سيستم، أو نظم المعلومات الجغرافية. عايزين بس نعرف الأول يعني ليه الاسم ده، أو الاسم ده جه منين، إيه نظم المعلومات الجغرافية وليه اتسمت بالاسم ده. هو أول حاجة في الجملة اللي هي كلمة نظم، نظم دي لأن هي بتدار من خلال الحاسب الآلي، يعني أي نظام بيدار كله من خلال الحاسب الآلي باستخدام برامج معينة بنسميه نظام معلوماتي. طيب إحنا النظام المعلومات عندنا إحنا بنتعامل مع داتابيز. المفهوم العام بتاع قواعد البيانات أو الداتابيز هو اني بكون يعني بجمع المعلومات كلها وبحطها في مكان واحد، بحيث لما احب ان انا استدعي المعلومه يبقى الموضوع سهل عليا ان انا اعمل ريليشن ما بين المعلومات وهكذا. خلينا نتخيل الاول الموضوع بشكل مبسط. لو انا دلوقتي مثلا احنا شغالين في شركه، وانا مثلا موظف الاتش ار في الشركه، وعايز اعمل قاعده بيانات او داتابيز للمجموعه الموظفين اللي شغالين معايا في الشركه. فالمفروض التعامل معايا يكون مثلا ان انا كاني بتعامل مع ملف اكسس، فهيكون ملف الاكسس بيحتوي على تيبل. الديزاين بتاع التيبل ده فيه كل اوجه المعلومات اللي انا عايز اعرفها عن الموظفين. فهعمل مثلا فيلد او عمود او حقل بيعبر مثلا عن اسم الموظف، وعمود تاني بيعبر عن السن، عمود تالت بيعبر مثلا عن العنوان بتاع الموظف ده، عمود رابع بيعبر عن هو مثلا شغال في قسم ايه، المرتب بتاعه ايه، او التاريخ انضمامه للشركة ايه، وهكذا. يبقى كل المعلومات اللي انا عايز اخزنها عن الموظفين هعملها من خلال ايه، من خلال تيبل على مثلا ملف زي ملف اكسس او برنامج زي الاكسس. تمام كده. طيب احنا بالمثل ده هو بالظبط اللي احنا هنتعامل معاه في الجي اي اس، بس بدل ما انا هتعامل مع موظفين، لا ده انا هتعامل مع عناصر جغرافيه. وهنا يعني تيجي الكلمه الثالثه بقى اللي هو بنسميه ليه نظام معلومات جغرافي، لان كل الفيتشرز اللي انا هتعامل معاها داخل النظام هي ليها احداثيات جغرافيه، او ليها لوكيشن، او ليها اكس واي. يبقى اي فيتشر ممكن نتخيله ليه اكس واي ثابت ما بيتغيرش، ده بسميه عنصر جغرافي وينفع يدخل معايا في سيستم الجي اي اس. زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال زي الشوارع. الشوارع دي عباره عن خطوط ليها اكس واي ثابت مكانها ما بيتغيرش على الكره الارضيه. فبالنسبه لي دي فيتشرز جغرافيه تقدر تدخل معايا سيستم الجي اي اس. تمام. ايه كمان؟ زي المباني مثلا، زي الانهار، زي خطوط الكهرباء، زي مواسير المياه والصرف. كل الحاجات دي كلها طالما هي ليها اكس واي ثابت يبقى ينفع تدخل معايا في سيستم الجي اي اس. طيب انا في الجي اي اس ما بيفرقش معايا حجم الفيتشر اللي بتعامل معاه، يعني ممكن يكون الفيتشر اللي بتعامل معاه حجمه
زي قارة مثلا أو زي حدود دولة، فالفيتشر بالنسبة لي كبير، ما عنديش أي مشكلة طالما ليه إكس وواي ثابت فهو أوكي بيدخل معايا في الجي أي إس. طيب إيه تاني أقدر أتعامل معاه؟ لو أنا مثلا معايا فيتشر حجمه صغير، زي قد يكون يعني قد يصل الحجم اللي أنا بتعامل معاه مثلا كشجرة، الشجرة دي مثلا ليها إكس وواي ثابت، يبقى عادي ينفع تدخل معايا في سيستم الجي أي إس. ممكن اكون بتعامل مثلا مع الفالف او المحبس اللي على ماسوره الميه، ما فيش مشكله، اشوف قد ايه دقه حجم الفيتشر اللي بتعامل معاه، ما عنديش اي مشكله، بس طالما ليه اكس واي ثابت اوكي ينفع يدخل معايا في سيستم الجي اي اس. قد اكون بتعامل مع الجوينت اللي واقع على خط الكهرباء برضو، ما فيش اي مشكله. يبقى هنا دي كلمه نظام معلومات جغرافي، ليه؟ لان كل الفيتشرز او العناصر اللي هتعامل معاها داخل النظام بتاعي هي ليها احداثيات جغرافيه، يبقى بالظبط نظام معلومات. ليه بنسميه نظام معلومات جغرافي؟ انا بتعامل مع قاعده بيانات، بس نوع قاعده البيانات اللي هتعامل معاها هي قاعده بيانات جغرافيه. يعني ايه قاعده بيانات جغرافيه؟ يعني بتحمل نوعين من انواع البيانات. احنا اتفقنا ان قاعده البيانات العاديه اللي هو زي المثل بتاع الموظفين، جدول فيه معلومات الموظفين اللي شغالين في الشركه، دي اسمها قاعده بيانات فقط لا غير، لان هي بتحمل نوع واحد من البيانات وهو المعلومات الوصفيه او البيانات الوصفيه اللي هو التوصيف الاشخاص اللي شغالين في الشركه. لكن انا قاعده البيانات الجغرافيه هي فيها نوعين من انواع البيانات، معلومات وبيانات وصفيه وبيانات مكانيه. البيانات المكانيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن الرسم اللي بتاع العناصر الجغرافيه اللي انا بتعامل معاها. يعني بمجرد ما انا رسمت اللاين بتاع الروت يبقى انا كده جبت المعلومه المكانيه بتاعه الشوارع او بتاعه الروتس. طيب ابتديت ادخل على التيبل وابتديت اقول اسم الشارع مثلا او نوع الشارع، عدد حاراته، سرعه المرور فيه قد ايه، يبقى انا كده بجيب المعلومات الوصفيه. يبقى تاني كل قاعده البيانات الجغرافيه بتحمل نوعين من انواع البيانات، هو ده اللي بيميز قاعده البيانات بتاعه الجي اي اس عن غيرها من قواعد البيانات العاديه. قاعدة البيانات الجغرافية بتحمل نوعين من أنواع البيانات، بيانات جغرافية اللي هي بتعبر عن الرسم، يعني أنا مثلا بتعامل مع شوارع أنا هرسم اللاين بتاع الشارع يبقى أنا كده جبت المعلومة المكانية، برسم بتعامل مع مباني يبقى أنا رسمت البوليجون أو المضلع بتاع المبنى يبقى أنا كده جبت المعلومة المكانية. دخلت على التيبل كتبت التوصيف بتاع المبنى، رقم المبنى مثلا، ارتفاعه، عدد أدواره، حالة المبنى، استخدام المبنى، كل دي اسمها ايه؟ بيانات وصفية. البيانات المكانيه بتتخزن في صوره رسم او اللي احنا بنسميه جيومتري. البيانات الوصفيه بتتخزن في التيبل الملحق بالرسم وبنسميه الاتريبيوت تيبل. تمام كده، يبقى دي كده تفسير او معنى كلمه نظم معلومات جغرافيه. طيب تعريف نظم المعلومات الجغرافيه ايه؟ هو نظام بيدار من خلال الحاسب الالي. يعني انا في سيستم الجي اي اس هفضل على طول بشتغل او بنتج المشروع بتاعي من خلال الحاسب الآلي باستخدام برامج خاصة. يعني ايه برامج خاصة؟ يعني انا عندي اكتر من سوفت وير بيشتغل على الجي اي اس، اوكي، هو مش سوفت وير واحد، يعني احنا عندنا اكتر من سوفت وير لكن اشهرهم الارك جي اس، هو ده اللي احنا هنتعامل معاه في الكورس بتاعنا. لكن ده ما يمنعش ان في برامج تانية لكن مش واخدة شهرة الارك جي اس ومش بكفاءة الارك جي اس. تمام، طيب السيستم ده بيتم من خلاله ايه بقى؟ انا عندي اكتر من وظيفه بيقوم بيها او بتقوم بيها نظم المعلومات الجغرافيه، اللي هي ايه بقى؟ الجمع، تخزين، وتحليل، وعرض، واخراج، وتوزيع البيانات بنوعيها اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هم ايه بقى؟ البيانات او المعلومات المكانيه والمعلومات الوصفيه. يبقى انا كده سيستم الجي اي اس قام بست حاجات، اللي هم ايه؟ جمع، تخزين، وتحليل، وعرض، واخراج وتوزيع للبيانات بنوعيها المكانيه والوصفيه. وكل وظيفه من دول هنتكلم عليها بالتفصيل في السلايدز الجاي. طيب انا ازاي بتعامل بقى مع البيانات دي في سيستم الجي اي اس؟ هل انا هحط كل البيانات؟ يعني مثلا انا المشروع بتاعي دلوقتي عباره عن تخطيط مدينه، تخطيط المدينه ده بيحتوي مثلا على شوارع وعلى مباني وعلى بوينت بتعبر عن اللاند مارك، على خطوط سكه حديد، على خطوط كهرباء، على مواسير ميه. هل انا هحط كل البيانات دي والرسم الرسومات دي كلها في قاعده البيانات على طول؟ لا، انا هيتم تنسيق البيانات دي كلها فيما يسمى بالطبقات او بالليرز.
يعني ايه؟ يعني انا هحط كل مجموعه متشابهه في الخصائص في لير لوحدها، يبقى انا في سيستم الجي اي اس او قاعده البيانات بتاعتي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على مجموعه من اللايرز او الطبقات. الطبقات دي عباره عن ايه؟ انا بجمع كل الفيتشرز اللي شبه بعضهم وبحطهم في لير لوحدهم. يعني ايه مثلا؟ يعني انا هجمع مجموعه الرودز كلها، كل الخطوط اللي بتعبر عن الشوارع واحطهم مع بعض في لير، هحط كل الخطوط اللي بتعبر عن الانهار في لير، هحط كل البوليجونز اللي بتعبر عن المباني في لير، واللي بتعبر عن قطع الاراضي في لير لوحدها. طيب شرط وجود اللاير ده ايه؟ ان يكون العناصر اللي هدخلها في طبقه واحده بتتفق مع بعض في حاجتين، في شكلهم في الرسم وشكلهم او نوع التوصيف بتاعهم. يعني ايه؟ يعني انا مثلا افرض ان انا الى حد ما ينفعش اقول ان انا معايا لير اسمها الطرق، احط فيها مثلا الشوارع واحط فيها خطوط السكه الحديد، ما هما الاثنين بالنسبه لي عباره عن ايه؟ عباره عن طرق، وهما الاثنين شكلهم متفقين في الشكل، وهو ان الاثنين هيتمثلوا بشكل لاين. ومع ذلك مثلا ما ينفعش، لو انا دقيق شويه في شغلي، ما ينفعش ان انا احطهم مع بعض في نفس اللير. ليه بقى؟ لان هما هيختلفوا مع بعض في شكل الديزاين او تصميم الجدول المختص ليهم. يعني انا مثلا في اللير بتاعت الطرق هبقى محتاج حاجه اسمها اسم الشارع، هبقى محتاج عرض الشارع، هبقى محتاج نوع الشارع، سرعه المرور. البيانات دي كلها لا تتوافق مع طبقه الريلوي او طبقه السكه الحديد. يعني انا ما عنديش حاجه اسمها عرض خط السكه الحديد، وما عنديش حاجه اسمها سرعه المرور في السكه الحديد. يبقى اذا هما الاثنين رغم ان هما هيتمثلوا لاين وهما الاثنين عباره عن طرق، لكن هما يختلفوا مع بعض في التوصيف في الاتريبيوت تيبل، يبقى ما ينفعش نحطهم هما الاثنين في لير واحده. وهكذا اقيس على ذلك بقيه الفيتشرز اللي هنتعامل معاها في الجي اس. طيب نيجي لمرحلة أنا أصلا بجيب البيانات دي منين؟ يعني أنا لما هاجي أقول إن أنا المشروع بتاعي عبارة عن تخطيط مدينة وعايز يبقى فيه رودز وبيلدينج وخطوط كهرباء وهكذا، أنا أصلا هجيب الكلام ده منين؟ أو هجيب البيانات دي منين؟ إحنا بنقول إن إحنا بنستخلص البيانات بتاعة الـ GIS يا إما من خرائط ورقية. خريطة ورقية يعني إيه؟ الخريطة العادية اللي هي تبقى الورق اللي هي حجمها زي ايه، نود مثلا وبتطبق وهكذا. دي نقدر نستخدمها في الجي اس. طب انا هتعامل معاها ازاي واحنا بنقول ان احنا السيستم بتاعنا كله من خلال الحاسب الالي؟ انا باخد الخريطه دي بعمل لها سكان، بتطلع معايا صوره جي بي جي او تي اي اف او ايا كان الفورمات بتاعها، وبعد كده بعمل لها حاجه اسمها جيو ريفرنس او ارجاع جغرافي. كده اصبحت الخريطه دي صالحه ان انا ابتدي ارسم عليها وادخلها في سيستم جي اس. يبقى ده كده الطريقه الاولانيه، ان انا بجيب البيانات منين؟ انا بجيبها من خرائط ورقيه، يا اما من صور جويه يا اما من مرئيات فضائيه. طيب ايه الفرق بين الصوره الجويه والمرئيه الفضائيه؟ الصوره الجويه ده كان يعني يعتبر دي حاجه قديمه شويه. يعني المرئيه الفضائيه او الصوره الفضائيه او الساتلايت ايمج في وقتنا الحالي هي الشائعه الاستخدام اكتر من الصوره الجويه. طيب الصورة الجوية دي هي شبه الصورة الفضائية، لكن المصدر بتاعها بتقدر بكاميرات على طيارات، كاميرات معينة طبعا مختصة بذلك. تمام. المرئية الفضائية هي صورة بتقدر بواسطة قمر صناعي. غالبا مش هتلاقي في سوق العمل دلوقتي الصور الجوية، لأن هي ادمت، لأن تكاليفها أكتر بكتير، وبظهور المرئية الفضائية أصبحت الصورة الجوية غير مستخدمة. بس المقصود بيها هنا ان انا لو وجدت قدامي صوره جويه اقدر ادخلها في سيستم جايس او اقدر ارسم عليها، مش هيحصل فيها اي مشكله. لكن الشائع الحدوث دلوقتي اللي انت في الغالب هتواجهه في الشغل هي يا اما خريطه ورقيه او بنسميها سكان ماب، يا اما المرئيه الفضائيه او الساتلايت ايمج. طيب الجايز بقى بيساعد في التخطيط واتخاذ القرار في مجالات بقى كتيرة زي الزراعة والتعدين وتخطيط المدن والبنية التحتية وهكذا. طيب احنا في الجي اي اس عايزين نفرق ما بين حاجتين، حاجة اسمها جي اي اس ماب وحاجة اسمها بيبر ماب. طيب البيبر ماب اللي هي زي الخريطة الورقية كده، الخصائص بتاعتها ايه؟ احنا بنقول اللي احنا بنشوفه بعينينا هو ده بس المعلومة اللي انا اقدر اخدها عن الفيتشر اللي قدامي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا معايا خريطة ورقية، الخريطة الورقية دي زي مثلا التوبوغرافيك ماب اللي موجودة قدامنا في السلايد. لو انا شفت قدامي شارع
ومش مكتوب عليه اسم الشارع، مش مكتوب عليه الاسم، مش ظاهر كليبل قصادي في الورقة، يبقى أنا كده معرفتش الشارع ده اسمه إيه. أنا شفت مثلا شبكة من الأودية أو شبكة بتاعت وادي معين ومش مكتوب في الخريطة اسم الوادي ده، أنا كده معرفتش اسم الوادي، ومعنديش أي وسيلة تانية تقدر تخليني أعرف بيها المعلومة اللي مش ظاهرة أو مش اللي شايفها بعيني. طيب المشكلة دي أو موضوع إن أنا لازم أبقى شايف كل المعلومات بعيني، ده مش شرط في الجاي اس ماب. يعني أنا في البيبر ماب أنا هي كل المعلومات لازم تبقى ظاهرة قدام عيني عشان أقول إن أنا عرفت أستخلص المعلومة دي من الورقة، مهمتها بتنتهي على كده. ما عنديش طبعا أي وسيلة تانية تقدر تعرفني اللي مش موجود قدامي، لكن المشكلة دي مش موجودة في الجاي اس ماب. ليه؟ الجاي اس ماب دي دايناميك وانتراكتيف، يعني خريطة، يعني خريطة تفاعلية ومتحركة. طيب يعني ايه الكلام ده؟ هنا نيجي للفوائد بتاعة الجاي اس ماب. احنا خلاص اتفقنا البيبر ماب لازم ابقى شايف كل حاجة بعيني عشان استخلص المعلومة، لكن ايه بقى فوائد الجاي اس ماب اللي بتخليها احسن في الاستخدام من البيبر ماب؟ اول حاجة ان انا اول فايدة ان انا عندي دايناميك سيمبولوجي. يعني ايه الاول سيمبولوجي؟ السيمبولوجي يعني ترميز. يعني ايه ترميز؟ يعني انا بعبر عن الظاهره دي بسيمبول معين او برمز معين. الرمز ده عباره عن ايه؟ بيحمل لون وحجم وشكل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايزه اعبر عن طبقه الروت بخط سوليد، يعني خط متصل مش خط متقطع، خط سوليد لونه احمر وسمكه مثلا 3 مللي، يبقى هو ده بالنسبه لي ما يمس اللون او الحجم او الشكل، هو ده بالنسبه لي بنسميه سيمبول او رمز. انا مثلا عايزه اعبر عن النقط بتاعت السيتي ببوينت مثلا لونها ازرق قطرها قد 10، السايز بتاعها 10 مثلا، وشكلها شكل مثلث، يبقى كده اتكلمت في شكل وفي لون وفي حجم، يبقى انا كده بتكلم في الرمز. يبقى السيمبولجي بالنسبه لي هو الترميز. طيب يعني ايه بقى دايناميك سيمبولوجي؟ يعني انا بايدي بختار، ان انا عادي جدا الموضوع سهل ان انا اقدر اتحكم في السيمبولوجي واغيره بمنتهى السهوله. زي مثلا ان احنا هنا لو دي خريطه بتحمل دي جي اي اس ماب، يعني بتحمل الحدود الاداريه للدول على مستوى العالم، انا كنت مختارهم ان كلهم يظهروا بنفس اليوم بنفس اللون، ففجاه قررت ان انا اخلي كل بلد منهم تظهر بلون مختلف. طيب نبتدي نشوف الكلام ده عملي. هفتح كده الارك جي اس. دي كده بالنسبه لي اللي ظاهر قدامي، دي جي اي اس ماب بتعبر عن دي البيز ماب بتاعت مصر. تمام. طب لو حبيت اتحكم في السيمبولجي اتحكم ازاي؟ انا هنا مختار ان الطرق تبقى باللون الاحمر ده. طب عادي ممكن اغير السيمبولجي، هعمل دبل كليك في المكان ده واختار اي لون تاني او اي رمز تاني انا حابب ان الرود يظهر بيه زي ده مثلا. فبسهوله على طول بمجرد ما انا اخترته ابتدى ده يسمع في الخريطه اللي موجوده قدامي. طيب البحار مثلا ممكن اغير اللون بتاعها واخليه بالشكل ده، ما فيش فيه اي مشكله. طب هل انا اقدر اعمل الكلام ده لو كانت الخريطه ورقيه؟ اكيد لا. يبقى انا محتاج ان انا كل ما احب، لو انا حبيت بس اغير في السيمبولجي ده، انا بنتج خريطه ورقيه ومره تانية. طيب ايه تاني من فوائد الجاي اس ماب؟ دايناميك سكيل. يعني ايه سكيل؟ احنا عارفين ان السكيل اللي هو حجم التنسيب ما بين الحجم الظاهرة على الواقع وبينها وبين التنسيب بينها وبينها على الخرائط. تمام. يعني مثلا لو احنا اتفقنا ان دي قارة امريكا الجنوبية، دي حجمها في السكيل ده وده حجمها في السكيل ده. طب موضوع السكيل برضو بتاع الخرائط ده، انا بقدر اتحكم بسهولة في موضوع السكيل داخل الجاي اس ماب، في حين ان انا ما اقدرش اغير في السكيل بتاع الخريطه بعد ما تطبع. تمام. يعني مثلا انا طبعت خريطه بمقياس 100,000، خلاص هي الورقه دي اصبحت السنتي على الخريطه بيكافئ كيلو متر على الطبيعه، فانا ما ينفعش ان انا اغير السكيل. لو حبيت انتج خريطه ثانيه بسكيل مختلف يبقى انا بنتج خريطه ثانيه ومختلفه تماما. طيب انا هنا في الجاي اس مجرد الزوم ان والزوم اوت بس،
انا بغير في السكيل، يعني انا مثلا دلوقتي ده المكان اللي بيوضح لي فيه السكيل اللي احنا واقفين عليه. طبعا دي داتا اوريدي جاهزه معموله بنظام جي اس، احنا بس بنشرح عليها. تمام، طيب احنا هنا واقفين على سكيل 5 مليون وشويه، بمجرد بس ان انا بعمل زوم ان وزوم اوت انا كده بقيت على سكيل 8 مليون، عملت زوم ان اكتر بقيت على سكيل مليون وشويه، وهكذا. يبقى كده اذا انا مجرد بس ان انا بعمل زوم ان وزوم اوت على الخريطه انا كده بتحكم في السكيل وبغير في السكيل. وطبعا بامكاني ان انا كل سكيل من دول اقدر انتج بيه خريطه تانية ورقيه عادي جدا، ما فيش اي مشكله. ايه كمان؟ تالت خاصية أو تالت فايدة من فوائد الجاي اس ماب، إن أنا هنا أقدر أوصل للوكيشن معين بمنتهى السهولة. يعني إيه؟ يعني أنا لو حد جه رفع لوكيشن أو نقطة إحداثيات لمكان معين وجه إداني القرايات دي، أنا بمنتهى البساطة هقدر بتولز معينة أوصل للوكيشن أو اللوكيشن بتاع القراية اللي معايا بمنتهى السهولة، في حين إن أنا لو عملت كده على خريطة ورقية هيكون الموضوع مش دقيق وياخد مني وقت أطول بكتير. طيب الخاصية اللي بعدها أو الفايدة اللي بعدها، إن أنا في معلومات أكتر من اللي بشوفها بعيني أقدر أستخلصها من الخريطة بتاعت الجي أي إس دي. إزاي؟ يعني إحنا مثلا دلوقتي فاتحين جي أي إس ماب بتاعت مصر زي ما إحنا اتفقنا، طيب أنا مش كل المعلومات اللي متخزنة في الداتابيس دي ظاهرة قدامي، ومع ذلك لما أحب أوصل لأي معلومة عندي الوسائل اللي توصلني للمعلومة دي. يعني مثلا، يعني أنا دلوقتي عايز أعرف المحافظة دي اسمها إيه، هي اسمها مش ظاهر قدامي، ومع ذلك عندي تول زي الأيدنتيفاي مثلا، لو جيت عملت كليك على البوليجون ده ابتدى يجيب لي المعلومات اللي اوريدي متخزنة قبل كده في الداتابيز عن المكان ده أو عن البوليجون ده، فقال لي والله إن دي كده محافظة اسمها الوادي الجديد، ده اسمها بالعربي وده اسمها بالإنجليزي وده الكود بتاعها ودي مساحتها وكذا. طب حبيت مثلا اعرف البوليجون ده عباره عن ايه، خلاص اوكي، هو قال لي انت كده عملت كليك على اللاير بتاعت المنخفضات، المنخفض اللي انت عملت كليك عليه ده اسمه منخفض الفرافره ومساحته قد كده. طيب مثلا عملت كليك على اللاين ده فابتدى يقول لي خلاص انت كده في لاير الرود، واسم الطريق ده القاهره اسوان وادي حلفة وده طوله وهكذا. يبقى إذن مش شرط خالص إن كل المعلومات تبقى ظاهرة قدامي زي حالة الخريطة الورقية عشان أقدر أوصل للمعلومة. ليه؟ لأن أنا دلوقتي معايا داتا دايناميك وانتراكتيف، لما أحب أوصل للمعلومة معايا التولز المتاحة اللي تخليني أقدر أعرف المعلومة، مش شرط تبقى ظاهرة قدام عيني. الخاصية اللي بعد كده بيقول لي ان احنا نقدر نعمل سيف بسهوله لكل الخصائص اللي احنا اتفقنا عليها دي في حاجه اسمها ماب دوكمنت او ام اكس دي، وده هيكون اول جزء في العملي بعد ما نخلص الجزء النظري النهارده باذن الله. طيب السلايد اللي بعد كده بتقول ان احنا في الجي اي اس بنقدر نعمل كونفرت للبيبر ماب لجيو داتابيز. يعني الجي اي اس ماب دي قد تكون بدايه المشروع بتاعي عشان احولها لداتابيز. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا احنا عاملين مثل كده زي الراجل اللي قاعد على المكتب ده وحواليه مجموعه من الورق كتيره قوي، هي دي كانها هي دي مجموعه الخرائط الورقيه بتاعت المشروع بتاعي. تعالى تخيل كده مثلا ان احنا هنعمل مشروع كادسترال ماب، اللي هو يعني يمكن دي من ادق انواع الخرائط اللي هي الخرائط التفصيليه، او بنسميها خرائط فك الزمام او الخرائط الزراعيه. الخرائط دي مشهور ان هي السكيل بتاعها دقيق جدا. يبقى اذا عشان نغطي مثلا احنا في مصر مثلا المنطقه الزراعيه موجوده في منطقه الوادي والدلتا، فلو انا حبيت اغطي منطقه الوادي بالدلتا، الوادي والدلتا بلوحات كادسترال ماب، يبقى اذا انا محتاجه عدد لوحات كتير جدا عشان اقدر بسكيل تفصيلي عشان اقدر اغطي منطقه زي دي. فلو انا في مرحله في حاله ان انا بتعامل مع بيبر ماب،
انت هتقابلك مشاكل كتيره جدا. زي ايه؟ زي ان انا معايا عدد خرائط كتير جدا، غالبا في لوحات منهم هتبتدي تفقد، في لوحات منهم مثلا هتتعرض للتمدد والانكماش بفعل الحراره والبروده، يبقى كده اذا السكيل هيتغير. طيب الخرائط دي في الاساس بتعبر عن ملكيات اراضي زراعيه، العنصر ده عنصر يعني بيتغير بسرعة، يعني مثلا الملكيات ده فلان باع الأرض بتاعه للجار اللي جنبه، يبقى إذا حد البارسل اللي كان هنا هيتقطع على حتتين، يبقى الإيديتنج فيها صعب جدا. تمام، كل المشاكل دي كانت بتواجه الناس زمان أيام ما كانوا بيستخدموا الخرائط الورقية. طب أنا حولت كل في الجاي باستخدام جي اس، حولت كل المعلومات اللي موجودة قصادي واللي لازم تكون ظاهرة قدام عيني على الخريطة، حولتها لجيو داتابيز. يبقى كل المعلومات اللي كانت في كمية الورق دي اللي هي ممكن تدخل في إن أنا عندي أوضة كاملة مخزنة فيها الخرائط دي، لجيو داتابيز عبارة عن ليرز أو مجموعة من الطبقات، كل نوع من أنواع العناصر اللي ظاهرة في الخريطة أنا راسمهم في لاير لوحدهم، موجودين قدامي في داتابيز حجمها لا يتعدى كام جيجا، بسهولة أقدر أعمل إيديتنج فيها لو حصل أي تعديل في الرسم اللي قدامي، بسهولة أقدر أرفعها على سيرفر وأكتر من جهة وأكتر من يوزر يقدروا يعملوا عليها كونكشن ويستخدموا الداتا دي ويستغلوها. طبعا كل المميزات دي ما بتحصلش في حالة البيبر ماب. طيب انا برضو في الجي اي اس بحول الريالتي او الواقع الى ليرز، يعني تخيل مثلا ان احنا دي قطعه من الارض كاننا باصين عليها من الطياره. خلاص انا عيني فصلت الظاهرات ازاي؟ فصلتها ان احنا شايفين ان دي عباره عن قطعه من الاراضي، يبقى انا في الطبقه بتاعه قطع الاراضي هبتدي اقسم الفيتشرز اللي تبع قطع الاراضي، وهعمل طبقة تانية للروت أو للطرق وهبتدي أرسم فيها الطرق بس اللي احنا شايفينها، وهعمل طبقة تالتة للحدود الإدارية وهقول إن دي مثلا دي محافظة ودي محافظة تانية ودي محافظة تالتة. فلو أنا جيت طبقت التلاتة لير دول تاني مع بعض كأني بالظبط شايف ظاهرات سطح الأرض مرة تانية. في سيستم جي اي اس احنا بنعمل زي تكامل ما بين اكتر من كومبوننت. احنا محتاجين ايه عشان ننتج مشروع جي اي اس؟ احنا محتاجين البيبلز او اليوزر اللي بيشتغل في المشروع، محتاجين يبقى معانا سوفت وير او البرنامج بتاع الجي اي اس، او على سبيل المثال برنامج الارك جي اي اس، محتاجين يبقى معانا هارد وير او اللابتوب او البي سي اللي احنا بنشتغل عليه، محتاجين يبقى معانا الداتابيز نفسها اللي احنا هنخزن فيها البيانات بتاعة الجي اي اس، محتاجين يبقى معانا البروسيديورز او الوثائق او الشكل طبيعة الشغل اللي احنا هنشتغل بيها. وبتكامل الخمس حاجات دي نقدر ننتج سيستم جي اي اس. طيب الجي اي اس فانكشنز او وظائف الجي اي اس، احنا وظائف الجي اي اس هم ايه؟ كابتشر او تجميع، ستور او تخزين، كويري او استعلام، اناليسز او تحليل، ديسبلاي او عرض، او بوت او اخراج. هم دول الست فانكشن اللي احنا هنتعامل بيهم او اللي بيعملهم الجي اي اس، وهنشرح كل واحده فيهم بالظبط بتفاصيلها. اول حاجه او اول وظيفه هي تجميع البيانات. انا في الجي اي اس بقدر اجمع البيانات ازاي؟ يا اما بجمعها من بيبر ماب، يعني مصدر البيانات بتاعتي قد يكون بيبر ماب، خريطه ورقيه زي ما احنا اتفقنا بنعمل لها سكان وبعدين بنعمل لها جيو ريفرنس، خلاص بتبقى صالحه ان انا اقدر اشتغل عليها جي اي اس وارسم العناصر اللي احنا شايفينها في الخريطه. قد يكون بداية المشروع بتاعي أو بداية الشغل بتاعي نقط كوردينيتس. يعني إيه؟ يعني مثلا حد بتاع سيرفي ابتدى ينزل الموقع بتاع المشروع بتاعي، نزل بجي بي اس وابتدى يجيب لي نقط من الموقع، بيجيب لي الإحداثيات بتاعتها. النقط دي عبارة عن إيه؟ ممكن تكون نقط عبارة عن لاند مارك أو علامات أرضية، وهنبتدي قدام شوية نفصل يعني إيه لاند مارك عشان دي هنحتاجها كتير في مشاريع الجي اي اس. تمام، قد تكون النقط دي نقط جسات مثلا، قد تكون النقط دي نقط ابار، ايا كان
النقط دي بترمز لايه. احنا اتفقنا ان طالما النقطه دي ليها اكس واي ثابت يبقى ينفع تدخل معايا سيستم جي اي اس. تمام، يبقى كده قد تكون بدايه المشروع بتاعي ان انا بجمع البيانات بتاعتي، يكون بدايه المشروع بتاعي هو عباره عن ايه، عن نقط كوردينيتس، وببتدي اوقعها في سيستم الجي اي اس تتحول لبوينت، وابتدي بقى بقيه المشروع بتاعي وبناء على البوينت دي. طيب قد يكون البيانات بتاعتي جايه من الجي بي اس مباشره. يعني ايه؟ يعني في انواع من الجي بي اس تقدر ان هي تعمل كونكشن مباشره على الجهاز، فساعتها انا اقدر اكونكت على الجي بي اس مباشره واخد منه القرايات بتاعته بطريقه مباشره. فقد يكون مصدر المشروع بتاعي او شكل تجميع البيانات بتاعتي عباره عن ديجيتال داتا. يعني انا عشان ابدا مشروع مش لازم ابداه كله من الاول، يعني مش لازم كل اللايرز ابقى انا اللي راسمها من الاول، مش شرط. انا ممكن اكون مثلا اروح لشركه تانية بتبيع داتا مثلا، واروح اشتري منها طبق الترود مثلا عشان اكمل شغلي، او اروح اشتري منها الطبقه بتاعه الجيولوجيا مثلا عشان اكمل انا المشروع اللي فيه التخصص بتاعي. يبقى كده تجميع البيانات بتاعتي جالي عن طريق ديجيتال داتا. خلاص، فدي كده ايه مصادر تجميع البيانات. الوظيفة اللي بعدها وهي وظيفة تخزين البيانات. الداتابيس بتاعت الجي اي اس بتحمل نوعين من الفورماتس للداتا، في فورمات اسمه فيكتور داتا او فيكتور فورمات، وفي فورمات تاني اسمه راستر فورمات. طيب ايه الفرق بين الاتنين وايه شكلهم؟ تعال نتخيل كده ان ده الهاي واي بتاعنا او الطريق ده، انا عايزه امثله مره كانه فيكتور داتا ومره كانه راستر داتا. الاول الراستر دي عباره عن ايه؟ الراستر ببساطه هي عباره عن ايمج. دي بتبقى ازاي؟ بتبقى عباره عن بنسميها مصفوفه، مجموعه من البيكسلز او مجموعه من الصفوف والاعمده لما بيتقاطعوا مع بعض بيعملوا لي مربع بنسميه بيكسل. البيكسل ده او الخليه دي دايما بتحمل فاليو، هي في الاساس طبعا بتحمل اكس واي اللي هو بيعبر عن لوكيشن، لكن هي برضو استخدامي ليها بيبقى ازاي، ان كل بيكسل من دول بتحمل فاليو او بتحمل رقم بيعبر عن القيمه. طب الفاليو دي بتختلف حسب اصلا نوع الراستر دي. يعني لو الراستر دي مثلا عباره عن حاجه اسمها ديم او ديجيتال اليفيجن موديل، او يعني صوره ارتفاعات او خريطه ارتفاعات، يبقى اذن الفاليو اللي جوه كل بيكسل بتعبر عن ارتفاع. يعني لو جيت عند البيكسل دي لقيت ان الفاليو اللي فيها واخده 100، يبقى اذن الارتفاع في المنطقه دي 100 متر. شفت بيكسل تانية لقيت الفاليو اللي فيها 50، يبقى اذا الارتفاع في المنطقة اللي وقع في البيكسل دي ارتفاعها 50 متر. طيب لو الراستر دي اصلا نوعها راستر بتعبر عن درجات الحرارة، يبقى كل فاليو في البيكسل هي عبارة عن درجة الحرارة. يعني لما اروح لبيكسل الاقيها الفاليو اللي فيها 20، يبقى اذا درجة الحرارة في المنطقة دي من البيكسل درجتها 20 درجة. لو رحت عند بيكسل تانية لقيتها 15، يبقى ال15 دي بتعبر عن درجة الحرارة، وهكذا. طب لو هي طلعت ايمج عادية زي دي مثلا، تعالوا نعمل ننزل صورة بس عشان المثل يوضح. دي صورة دي عبارة عن ساتلايت ايمج، هي بالنسبة لي راستر. تمام، انا لو جيت عملت زوم ان كده زي بالظبط الصور اللي احنا بنلقطها بالموبايل، انت لو عملت زوم هتبتدي تشوف البيكسلز اللي شكلت الصورة. طيب المربعات دي هي دي البيكسل، كل مربع من دول شايل رقم، الرقم ده هو ايه؟ هو درجة اللون اللي هو ما بين الاسود والابيض. يبقى درجات اللون دي هي اللي خلت عيني تميز الظاهرة. يعني انا مثلا عرفت افصل ان ده شارع بينه وبين المباني ازاي، ان المنطقة بتاعت الشارع واخدة الدرجات بتاعت الرمادي. في فرق بينها وبين منطقة البكسلات اللي واخدة الدرجات الرمادي الفاتح او الابيض، فعيني قدرت تميز ان ده شارع وده عبارة عن ايه، عبارة عن مبنى، وهكذا. طيب يبقى الراستر نفسها ايه؟ ان انا اكون ان انا بعيني شافت مجموعه البكسلات اللي لونها رمادي اللي بتعبر عن الشارع، يبقى دي كده الشارع في حاله الايه، في حاله الراستر فورمات. طب امال الشارع في حاله الفيكتور فورمات بيبقى عامل ازاي؟
دي مثلا طبقة الشوارع تتغير لونها. انا دلوقتي برسم لاين، بس اللاين ده نوع ايه؟ نوع فيكتور فورمات. طيب كل فيرتكس من اللي انا بحطها دي، وانا بحطها هي بتاخد اكس وواي. طب بتاخد الاكس وواي منين؟ بداية من ان الصورة اللي انا برسم عليها، الصورة دي معمول لها ارجاع جغرافي، يعني الصورة دي من الاول معمول لها ارجاع جغرافي. فاي حاجة او اي فيتشر انا هبتدي ارسمه من عليها، هو كأنه هيهش منها الاحداثيات اللي انا مشيت عليها بالماوس، بس مع ملاحظة شرط ايه؟ ان الصورة دي متعرفة جغرافيا او معمول لها جيو ريفرنس، ولذلك اللاين اللي هبتدي ارسمه من عليها هو كمان هيبقى متعرف. طيب اللاين ده بيتكون من ايه؟ من مجموعة من الفيرتكس، كل فيرتكس منهم اول ما بحطها بتاخد اكس وواي. بس اول ما بخلص اللاين ده، عملنا دبل كليك، انا كده بالنسبة لي ده اللاين او ده الشارع بس، وهو ايه؟ وهو فيكتور فورمات. تمام كده، يبقى الخط اللي بالاحمر ده هو ده الشارع، هو فيكتور فورمات. لو انا وقفت عند اي حتة من الخط، لو بصينا في المنطقة اللي تحت دي، هي دي المنطقة اللي بتقول لي قراية الاحداثيات في المكان ده. كل ما هتحرك بالماوس على طول الشارع انا اقدر اتعرف على الاحداثيات الجديدة للمكان. تاني عشان ما انتهش، احنا ايه اللي جابنا لمنطقة الراستر والفيكتور؟ احنا بنقول ان الداتابيز او طريقة تخزين البيانات في سيستم الجي اي اس، انا عندي 2 فورمات للبيانات، فيكتور فورمات وراستر فورمات. قلنا ان الراستر ده هو عبارة عن الصورة، تمام، مثل بتشخبط. خلاص الراستر دي هي عبارة عن الصورة اللي بتعامل معاها، اللي هي بتتكون من مجموعة من البكسل، وكل بكسل اتفقنا ان هي بتبقى واخدة في الاساس اكس وواي، وبتبقى واخدة فاليو بتعبر عن الرقم ده، او الفاليو دي بتعبر على حسب نوع الصورة اللي معايا. تمام، الفيكتور فورمات هو عبارة عن زي خط متصل، كل فيرتكس فيهم بتاخد اكس وواي، بس بمجرد ما بخلص الخط اقدر اتعرف على اي احداثيات على طول الخط بتاعي. الداتابيز بتاعت الجي اس تقدر تخزن فيها الاتنين فورمات دول، اللي هما الايه؟ اللي هما الفيكتور واللي هما الراستر. طيب الوظيفة الثالثة، لسه كمان في سلايد تانية للشرح بتاع الفيكتور والراستر. احنا مثلا لو احنا في الجائز بنتعامل مع بوينت، فده شكلها في الفيكتور، هتبقى عبارة عن بوينت كده حسب السيمبل اللي انا بختاره، وده شكلها في الراستر، هتبقى كل بوينت منهم واخدة البكسل بتاعها. هي طريقة التعبير بتاعتي في الراستر هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بكسل. طيب لو الظاهرة اللي بتاعتي دي نوعها لاين، فلو هي فيكتور هيبقى ده شكلها، عبارة عن خط متصل بالشكل ده، ولو هي راستر هتبقى عبارة عن بيكسلز متصلة بالشكل ده، لونها مختلف عن اللي حواليها، فقدرت أميز من خلالها الظاهرة. طيب لو هي بوليجون هيكون عبارة عن مضلع أو شكل مغلق بالشكل ده، ده في حالة الفيكتور. لو هي راستر هتكون عبارة عن بيكسلز متصلة مع بعض، لونها مختلف أو الفاليوز بتاعتها مختلفة عن اللي حواليها، فقدرت برضو أميزها بعيني. ده بالنسبة للموضوع بتاع الفيكتور والراستر. طيب الوظيفة اللي بعد كده هي وظيفة الكويري أو الاستعلام. يعني ايه استعلام؟ يعني أنا الداتابيز بتاعتي في الجي اي اس متخزن فيها مجموعة كبيرة من البيانات. طب افرض إن أنا عايزة أستعلم عن عينة معينة، يعني ايه مثلا؟ يعني أنا مثلا عندي مجموعة من الشوارع، فأنا عايز أعمل سيلكشن للشوارع مثلا التايب بتاعها برايمري، الشوارع الرئيسيه فقط لا غير. اللايرز بتاعتي او اللاير بتاعت الطرق دي بتحتوي على جميع انواع الشوارع، انا عايز اخد عينه بس بتعبر عن الشوارع الرئيسيه، يبقى انا هستخدم حاجه اسمها كويري او استعلام، واروح استعلم عن العينه بتاعت الشوارع الرئيسيه فقط، فيكون الاجابه بتاعته عباره عن ايه؟ عباره عن سيلكشن. طيب الكويري عندي في الجي اي اس ممكن يجي بطريقتين. اول حاجه ان انا يبقى معايا المكان بتاع الظاهره وعايز اعرف هي اسمها ايه، ممكن يكون انا معايا الاسم وعايز اعرف المكان. في جميع الاحوال انا عندي التولز اللي بتقدر توصلني للمعلومه. زي ايه مثلا؟ زي ان انا
اروح للبرنامج الارك. احنا مثلا عندي بيز ماب بالشكل ده، وعايز اعرف المحافظه اللي هي باللون الاخضر دي هي اسمها محافظه ايه، فانا اروح استخدم حاجه اسمها ايدنتيفاي واروح اعمل كليك على المحافظه دي، فهيقول لي والله ان دي محافظه جنوب سيناء. طب لو عملت كليك على المحافظه دي هيقول لي دي بني سويف، لو عملت كليك على دي هيقول لي دي محافظه البحر الاحمر. يبقى ده نوع من انواع الكويري. طيب افرض ان انا العكس، ان انا معايا الاسم بتاع المحافظه وعايز اعرف هي فين، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها select by attribute. طبعا احنا بنمر سريعا بس عشان احنا دي المحاضره النظري، لكن بعد كل ده احنا لسه هنأكد عليه بالعملي بعد كده في المحاضرات الجايه. النوع التاني من الاستعلام، هروح بس اقول له ان احنا عايزين نعمل استعلام في اللير بتاعت حدود محافظات، وهقول له المحافظه اللي اسمها بيساوي مثلا الإسكندرية، وهقول اوكي، فهعمل لي سيليكشن على منطقة محافظة اسكندرية. طب انا عايز اغير، عايز مثلا اعرف محافظة تانية، ابتدي اعمل كده واقول له النيم اللي بيساوي مثلا الوادي الجديد، واقول اوكي، هيبتدي يعمل لي سيليكشن على محافظة الوادي الجديد. يبقى انا كده عرفت استعلم بطريقتين، مرة كنت ماسك المحافظة نفسها وعايز اعرف هي اسمها ايه، ومرة تانية كان معايا اسم المحافظة واسم المحافظة وعايز اعرف هي فين اصلا من ضمن الايه اللير بتاعت المحافظات. الوظيفة اللي بعد كده هي وظيفة الاناليسيس. طيب احنا عندنا في الجي اس انواع كتيرة جدا من انواع التحليلات. طبعا احنا زي ما احنا يعني متفقين ان الجي اس ده داخل في مجالات كتيرة جدا زي التخطيط، زي الجيولوجيا، زي يعني تقريبا جميع فروع الهندسة. كل الناس دي او كل التخصصات دي بتقدر ان هي تستخدم الجي اس، طالما ان الفيتشرز اللي هتتعامل معاها ليها اكس واي ثابت. يبقى اذا احنا عندنا انواع تحليلات كتيره قوي على حسب نوع التخصص بتاع الشخص اللي هيستخدم الجي اي اس في مشروع. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، طبعا عندي انواع تحليلات بتعتمد على قرب العناصر من بعضها. زي ايه مثلا؟ زي ان انا يبقى عندي لير للروت ولير للبيلدينج، وعايز اقول مثلا ان انا عايز اعمل سيليكشن او اخد عينة من الشوارع اللي بتبعد مثلا 50 متر عن المباني او 100 متر عن المباني. فتكون الحل ايه؟ ان انا اعمل حاجة اسمها بافر او بافر زون حوالين الطبقة بتاعة الروت، مسافتها 50 متر او 100 متر حسب ما احنا عايزين. فهيبتدي يطلع لي كل، يعمل لي سيليكشن اوتوماتيك لكل المباني اللي دخلت في البافر زون ده. يبقى انا كده اوتوماتيك، بطريقه اوتوماتيك قدرت امسك كل المباني او اعمل سيليكشن لكل المباني اللي بتبعد عن الشارع 100 متر بطريقه اوتوماتيك. النتيجه ايه؟ نتيجه سيليكشن. عشان بدايه انا اعمل بقى ايه، قد يكون مثلا ان انا عايز دي العينه بتاعتي، قررت ان كل الشوارع أو سوري كل المباني القريبه من الشارع دي هتتحول مثلا لمباني اداريه، مش هتبقى مباني سكنيه، وهكذا، واكمل نوع الايه التحليل بتاعي. طيب في أنواع تانية من التحليلات عبارة عن نتورك، زي مثلا يكون عندي طبقة من الشوارع وطبقة مثلا لاند مارك أو طبقة بوينت بتعبر عن المستشفيات، وتم إبلاغي مثلا بلوكيشن اللي حصل فيه الحادثة، يعني حد بلغني إن في حادثة حصلت في الإكس والواي ده، ومطلوب مني إن أنا أرد عليه رد سريع بأقرب مستشفيات لمكان حدوث الحادثة دي، عشان طبعا سهولة التنقل، وكمان هقدر اقول له ايه التراك اللي هيمشي فيه، تمام، التراك اللي هيمشي فيه وايه الوقت اللي هيستغرقه للوصول للمستشفى. وممكن ارد عليه باكثر من حل، يعني اقدر اقول له اقرب 3 مستشفيات او اقرب 5 مستشفيات، واقول له التراكات بتاعتهم، واقول له والله المسار ده قصير لكن مثلا بياخد وقت اطول عشان فيه يوترنات مثلا او كثافه المرور فيه اعلى من الطريق التاني، وهكذا، بحيث ان هو يتخذ القرار بسرعه عشان يقدر يوصل بالمصاب للمستشفى. ده برضو نوع من انواع التحليلات في الجي اس.
الوظيفة اللي بعد كده هي وظيفة الديسبلاي أو العرض. طيب لو أنا عندي داتا بتاعت جي اس وعايز أعمل لها ديسبلاي، يعني عايز أعرضها، القارئ بتاع البيانات دي هيقدر يشوفها إزاي؟ هو ممكن يشوفها في صورة مابس أو خرائط، ويقدر يشوفها في صورة رسوم بيانية أو جرافس، ممكن يشوفها في صورة ريبورتات أو تقارير. طيب لو أنا جيت قلت دلوقتي إن أنا عايز أعمل ديسبلاي للخريطة دي، الداتا اللي معانا دي، وأقول إن أنا هطلعها في صورة مابس، هل أنا لو عملت سيف للصورة دي بالشكل ده أنا كده اسمي بعمل خريطة ولا لأ؟ لأ، أنا كده لو طلعتها، يعني لو تخيلت إن الرسم اللي قدامك ده عبارة عن مابس، لأ هي دي مش مابس، هي دي مجرد صورة. ليه؟ لأن أنا كون إن أنا أقول عليها خريطة يبقى لازم يكون عليها الأساسيات بتاعة الخريطة، اللي هي إيه؟ يعني لازم المفروض تكون دي على يكون في اتجاه الشمال، يكون في عنوان ده خريطة أصلا، يكون في سكيل بار أو مقياس رسم عشان لو حد عايز يقيس مسافات مثلا وعايز يعرف هي بتكافئ قد إيه على الطبيعة، يكون في ليجند أو مفتاح للخريطة بحيث إن أنا أبقى عارف الخط الأحمر ده بيعبر عن إيه، أو البوينت اللي لونها أزرق دي بتعبر عن إيه، وهكذا. يبقى الشكل اللي قدامي ده ما اقدرش اقول عليه مابس. ليه؟ لان هو ما فيهوش اساسيات الخريطه. انما لكن امتى اقدر اقول عليه ماب؟ لما يكون فيه اساسيات الخريطه. زي ايه؟ زي مثلا دي كده، لو دي مطبوعه عندي على ورقه اقدر اقول عليها ماب. ليه؟ ادي العنوان، اتجاه الشمال، السكيل، الليجند اللي بيعبر عنه كل الالوان والرسومات او السيمبلز اللي في الخريطه، خلاص دي بالنسبه لي اسمها خريطه. يبقى اذا ان انا انتج خريطه ده نوع من انواع ديسبلاي، او ان انا طريقة من عرض البيانات بتاعت الجي اي اس اللي عندي. طيب في طريقة تانية اللي هي اقدر اطلع البيانات اللي عندي في صورة جرافس او اشكال بيانية. زي مثلا لو احنا معانا اللير بتاعت الحدود المحافظات دي وعايز اعمل بيها شكل بياني، يعني ايه شكل بياني؟ طبعا زي ما احنا شايفين ان البوليجونز بتاعت المحافظات دي احجامها مختلفة، احجامها مختلفة على حسب ايه؟ على حسب مساحة كل محافظة. فلو انا جيت مثلا عايز اعمل شكل بياني بيعبر عن مساحات المحافظات زي مثلا الاعمدة البيانية، ساعتها قارئ الشكل البياني اول ما يشوف العمود الاطول وهيبتدي يقرا تحت اسم المحافظة تحت كل عمود، فهيبتدي من خلال الرسم البياني يقدر يعرف مثلا ان اكبر عمود هو رايح لمحافظة الوادي الجديد، يبقى دي اكبر محافظة، اصغر عمود مثلا رايح للأقصر، يبقى دي اصغر محافظة عندي، وهكذا. يبقى وظيفة الشكل البياني ان هو بس بيقدر يغني عن الرسم، ويقدر يعطي معلومة عن او تمثيل بياني، يعني انا من خلال الشكل البياني اقدر اعرف معلومة عن الداتا اللي موجودة عندي. طيب برضو ممكن اقدر اعمل ديسبلاي او عرض للبيانات اللي عندي في صورة تقارير، ان انا البيانات اللي عندي دي اقدر اطلع بيها زي جدول كده، بس طبعا التقرير ده هيكون البيانات الوصفية فقط لا غير، واقدر اطلع جدول مثلا لحدود المحافظات، جدول بيعبر عن اسم المحافظة بالعربي واسمها بالانجليزي والكود ومساحة المحافظة في تقرير. يبقى انا كده عملت ديسبلاي للبيانات اللي عندي، بس ده ديسبلاي للبيانات الوصفية فقط من غير رسم. يبقى دي الطرق الديسبلاينج عندي في بيئة الجي اي اس. الوظيفة اللي بعدها هي وظيفة الإخراج أو الأوتبوت. فبنقول إن إحنا نقدر نخرج البيانات بتاعة الجي اي اس في صورة بيبر ماب برضه. طيب إحنا يبقى كده إذا البيبر ماب دي ظهرت مرة كإنبوت أو كمصدر من مصادر المشروع، ومرة تانية ظهرت كأوتبوت أو مصدر من مصادر الأوتبوت في بيانات الجي اي اس. لكن في المرة التانية لما جيت أنتجها تاني على صورة بيبر ماب، هكون مريت بمراحل كتيرة أقدر ساعتها إن أنا أنتجها بشكل مختلف. زي مثلا إن أنا أنتج نفس المنطقة بس بسكيل مختلف، زي إن أنا أتحكم في ظهور اللير إيه، يعني أنا أقدر أتحكم، ممكن أكون زودت لير تانية، ممكن أكون أخفيت لير من اللي كانت موجودة في مصدر الخريطة اللي أنا رسمت منها، وهكذا. يبقى هي برضو عملت انتاج او اوت بوت على هيئه بيبر ماب، لكن اتحكمت فيها وغيرت فيها عن ما كانت وقت ما برسم منها. طيب قد يكون الاوت بوت بتاعي او وسيله الاخراج بتاعتي من بيئه الجي اي اس عباره عن ايمج، يعني او صوره جي بي جي. يعني مثلا لو انا جيت هنا في الداتا بتاعتي دي اقدر اعمل فايل
اكسبورت ماب واقدر اخرجها على صورة جي بي جي، يبقى كده البيانات بتاعتي اهو كده، دي الفورماتس اللي انا اقدر اتحكم فيها، يبقى انا كده البيانات بتاعتي كلها خرجت على شكل صورة او جي بي جي. قد يكون برضو وسيلة الإخراج بتاعتي على للجي اي اس ممكن تكون الإنترنت، يعني أنا مسكت الداتابيس بتاعتي عملت لها بابليش على سيرفر مثلا، وبقى أكتر من يوزر يقدروا يعملوا كونكت عليها عن طريق النت. زي على سبيل المثال مثلا كلنا أكيد مثلا تعاملنا مع برنامج جوجل إيرث، جوجل إيرث دوت في بيانات، يعني إحنا نقدر نفتح لايرز زي لاير رود مثلا، دي عبارة عن داتا اترفعت على سيرفر، وانت من خلال الاكونت بتاعك او بتقدر تعمل كونكت على السيرفر بس من خلال نت. بس انت في الحالة دي لا تملك الداتا، انت مجرد مستخدم للداتا، يعني انت لا تملكها على الهارد عندك، يعني لو ما معكش نت مش هتقدر تشوف الداتا دي. لو صاحب الداتا نفسها قفل السيرفر او اخفى البيانات دي انت برضو مش هتعرف تشوفها، يبقى انت كده مجرد بس قارئ للبيانات لكن لا تملكها. وده الفرق بين لما يكون معاك انت الداتابيز ولما تكون الداتابيز دي على سيرفر. طيب وسيلة تانية من وسائل إخراج البيانات في الـ GIS هي الـ Map Document أو الملف الـ MXD اللي احنا هنتكلم عليه في أول ما نبدأ في العملي بإذن الله. بدي كده الوظائف، الست وظائف بتوع الـ GIS، لو بصينا عليهم تاني عشان ما نكونش نسينا. أول وظيفة تجميع البيانات، تخزين البيانات، Query أو الاستعلام، والأناليسز أو التحليل، والديسبلاي او العرض، واخراج البيانات او الاوتبوت. طيب انا دلوقتي لو بتعامل مع فيكتور داتا، لو انا دلوقتي هبتدي امثل البيانات بتاعتي على هيئة فيكتور، ايه طرق التمثيل بتاعتي؟ احنا عندنا 3 اشكال رئيسية بمثل بيهم الظاهرات على هيئة فيكتور ليس لهم رابع. يعني ايه؟ يعني انا جميع الاشكال اللي ممكن تتخيلها اقدر امثل بيها الفيتشرز اللي داخله معايا في الجي اي اس في بيئه في الفيكتور فورمات، يعني ب3 اشكال اللي هم ايه؟ اللاين والبوينت والبوليجون. تعالوا كده نفكر مع بعض. اللاين زي ايه مثلا؟ يعني دلوقتي معايا ظاهره عايزه امثلها لاين، زي ايه مثلا؟ زي الشوارع، زي خطوط السكة الحديد، زي خطوط الكهرباء، زي مواسير المياه والصرف. كل دي شكلها بيقول ان هي تتمثل على هيئة لاينز. طيب البوينت، البوينت زي ايه مثلا؟ زي السيتي، زي اللاند مارك، زي ايه كمان؟ زي مثلا البالبس او المحابس اللي على خطوط المياه، على مواسير المياه، زي الجوينت اللي على خطوط الكهرباء، وهكذا. طيب احنا لينا واقفة بس عند اللاند ماركس دي، لازم نبقى عارفين يعني ايه لاند مارك، لان احنا هنحاول ان احنا نستخدمها كتير على مدار الكورس بتاعنا. اللاند مارك دي هي العلامات الارضية المميزة، يعني مثلا لو احنا بنشتغل في نوع مشروع تخطيط عمراني، انا اساسي معايا لازم يبقى معايا لير اسمها لاند مارك. اللاند مارك دي عباره عن ايه؟ انا بعبر عنها ببوينت، والبوينت دي في الغالب بتوع على مباني. يعني ايه اللاند مارك دي؟ علامات ارضيه مميزه. زي ايه؟ زي مثلا زي بنزينه، نقطه شرطه، بنك، مستشفى، مسجد، مدرسه، كل دي علامات ارضيه مميزه. طيب هي لازمتها ايه معايا؟ لازمتها ان انا في مشاريع التخطيط مثلا لما اجي اوصف شارع، مش هقول لك بص انت هتدخل في الشارع اللي على ناصيته عماره، لان الطبيعي ان الشارع مليان عمارات او مليان مباني، لكن لما اقول لك انت هتدخل في الشارع اللي ناصيته بنك، دي بالنسبه لي علامه ارضيه مميزه. لما اقول لك انت هتدخل في الشارع اللي على ناصيته سوبر ماركت، دي بالنسبه لي علامه ارضيه مميزه. طيب هي في الاساس عباره عن مبنى، لكن هو مش مبنى سكني، هو مبنى مميز. فدايما بزود بكثف المعلومات في مشاريع التخطيط بان انا برسم حد المبنى بوليجون عشان يعبر لي على مساحه المبنى، وبقول اذا كان المبنى ده مميز او غير مميز بالبوينت بتاعت اللاند مارك اللي هي بتبقى طبعا في طبقه تانية. ده معنى اللاند مارك، عشان بس مش عارف يعني ايه لاند مارك يبقى فاهم، لان دي وارد جدا ان احنا نستخدمها المشروع بتاعنا في الكورس. تمام. طب زي ايه البوليجون مثلا؟ البوليجون ده يعني شكل مغلق، هو ليس يعني
ليس شكل هندسي، يعني هو كل الاشكال الهندسيه عباره عن بوليجون، بس افرض مثلا ان هو مش دايره، مش مستطيل، مش مربع، طبعا كل دول اشكال من اشكال البوليجون، بس افرض ان هو شكل عشوائي بس مغلق، يبقى انا بسميه بوليجون او مضلع. طيب دايما بعبر عنه عن على الظاهرات اللي هي ليها مساحه، او اللي انا عايز اعرف ليها مساحه، زي المباني مثلا، زي قطع الاراضي، زي الحدود الاداريه، زي حدود الدول. كل دي بالنسبه لي عباره عن بوليجونز او مضلعات. طيب احيانا لما بنيجي نسال الناس مثلا، يعني قلنا كده على نماذج او امثله لللاين، فيقول لك مثلا ايه، ممكن حد يقول لي الانهار، وحد تاني يقوم رادد عليه يقول له لا، ده الانهار مش لاين، ده الانهار بوليجون. فساعتها هقول ان الاتنين دول صح، يعني اللي قال الانهار دي لاين واللي قال ان هي بوليجون، هعتبر الاتنين صح. طيب في حالة البوينت، حد تاني حد يقول السيتي، انا ممكن اعتبرها بوينت، وحد تاني يقول لا، السيتي دي عبارة عن بوليجون، في الحالتين برضو اقدر احسبهم صح. طيب امتى اقدر اثق اقول ان الظاهرة دي هتتمثل لاين او بوينت او بوليجون؟ ما ينفعش بس شكل الظاهرة ايه، لازم استنى كمان اشوف ايه، اشوف السكيل اللي انا هشتغل بيه في المشروع بتاعي، او اللي انا همثل بيه البيانات بتاعتي. زي ايه مثلا؟ زي الانهار. لو النهر ده، تعالى تخيل مثلا ان انا بتكلم على بيانات في حجم مثلا قارة افريقيا، لو انا بستخدم بيانات في حجم قارة افريقيا، نهر النيل بالنسبة لها هيبقى عبارة عن ايه؟ انا مش هقدر امثله غير بلاين. ليه؟ لان حجم او السكيل بتاع الداتا بتاعتي ما يتوحليش ان انا ارسم عرض المجرى بتاع نهر النيل، يبقى ساعتها انا مش هقدر ارسمه غير بحالته ايه، ان هو لاين. يبقى لو انا في سكيل كبير هقدر ساعتها امثل الظاهرة دي ببوليجون، لو انا في سكيل صغير ساعتها هقدر امثل الظاهرة دي لاين فقط لا غير. طيب كذلك السيتي اللي قال ان هي بوليجون صح. ليه؟ لا انا مثلا بتكلم على مستوى حدود الحد الاداري لجمهورية مصر العربية مثلا، فساعتها محافظة القاهرة هينفع ان هي تظهر كبوليجون، في حين ان انا لو بتكلم على نفس مدينة القاهرة او محافظة القاهرة بس بالنسبة لقارة افريقيا، انا كبير ان انا اقدر امثلها على ان هي بوينت. يبقى في برضه في السكيل الكبير اقدر امثل نفس الظاهرة مرة بوليجون، ومرة في السكيل الصغير تتمثل على شكل ايه، على شكل بوينت. طيب احنا زي ما اتفقنا، البرنامج او السوفت وير اللي احنا هنتعامل معاه في الجاي اس، هنتعامل مع برنامج اسمه ارك جاي اس. برنامج الارك جاي اس دوت عبارة عن اكتر من واجهة للبرنامج، يعني احنا بنسطب البرنامج مرة واحدة زي الاوفيس كده، يعني انت بتسطب مجموعة الاوفيس كأنها برنامج واحد، لكن بيظهر فيها اكتر من انترفيس، مثلا انترفيس للبرنامج الوورد، واحد للاكسس، واحد للباوربوينت، وهكذا. الارك جي اس حاجة شبه كده، احنا بنسطب برنامج الارك جي اس كامل، لكن بيظهر فيه اكتر من انترفيس. الاثنين انترفيس اللي هنركز عليهم هم الارك ماب والارك كتب، لكن احنا لسه معانا ارك تول بوكس، معانا حاجه اسمها ارك سين، معانا حاجه اسمها ارك جلوب، لكن احنا في المستوى المبتدئ بتاعنا مش هنستخدم اي حاجه في الثلاثه التانيين. احنا كل تعاملنا هيكون مع اثنين انترفيس رئيسيين، هم الارك ماب والارك كتب. طيب كل واحد من الانترفيس ده، كل واحد من الانترفيس دي ليه وظيفه مختلفه عن التاني. وظائف الارك ماب هي الديسبلاي او العرض، والايديتنج، والكويري، والاناليسز، والشارتنج، والريبورتنج. يعني ايه؟ يعني لو انا عايز اعمل اي حاجه من الحاجات الموجوده قدامي دي، يبقى انا ساعتها هفتح برنامج او انترفيس الارك ماب عشان اقدر اعملها. زي ايه مثلا؟ ان انا عايز اعمل ديجيتايزنج، انا عايز اعمل ايديتنج على داتا كانت مرسومه قبل كده، انا عايز اعمل اشكال بيانيه، احنا عايزين نعمل ديسبلاي او اعدادات انتاج خريطه او لاي اوت، كل ده انا بستخدم فيه برنامج الارك ماب. طب امال امتى استخدم الارك كاتالوج؟ اقدر استخدم الارك كاتالوج في حاله ان انا بعمل براوزنج للداتا، او ان انا بعمل مانج للداتا، او كرييت للداتا اصلا. يبقى اذا لما باجي اعمل ديزاين للداتا بيز، احنا اتفقنا ان احنا في الجاي اس بنتعامل مع داتا بيز او قاعده بيانات، تصميم قاعده البيانات بالكامل بيتم من خلال برنامج او انترفيس الارك كاتالوج تبع ديزاين الداتا بيز، بستخدم فيها الارك كاتالوج. واي حاجه في الايديتنج او في الرسم او في الـ
اشكال بيانيه او ما يمس اي ديسبلاينج، يبقى انا بستخدم الارت ماب. تاني لما احب ابني او اعمل ديزاين للداتابيز يبقى انا بستخدم الارت كاتالوج. لما احب اعمل اديتنج في البيانات اللي متخزنه في الداتابيز يبقى انا بستخدم الارت ماب. مراحل اعداد مشاريع جايس، لو احنا عايزين نعمل دلوقتي جايس بروجكت، ايه المراحل اللي انا همر بيها بالترتيب عشان انتج مشروع من خلال الجايس؟ اول مرحله لازم ابدا بيها هي مرحله الداتا كولكشن. قبل ما ببدا المشروع بتاعي لازم اجمع مصدر البيانات اللي هشتغل بيه المشروع بتاعي. طب ايه مصدر البيان ده؟ مصدر البيان زي ما اتفقنا الراجل ده كده عمال يجمع في مصادر البيانات اللي احنا هنبتدي نرسم منها او هنشتغل بيها في المشروع الجايز بتاعنا. يا اما اجيب مصدر البيان بتاعي من صور جويه، ده النموذج ليها، يا اما اجيبها من ساتلايت ايمج او من مرئيات فضائيه، يا اما بجيبها من بيبر ماب، او قد يكون المشروع بتاعي كوليكشن من دول كلهم. يعني عادي جدا ممكن المشروع بتاعي يكون جزء منه متاخد صوره فضائيه وجزء منه من بيبر، بكمل البيانات بتاعتي من بيبر ماب، او يكون مصدر واحد منهم هما الثلاثه، عادي ما فيش اي مشكله. طيب اللي يهمني اعرفه ايه دلوقتي؟ اللي يهمني ان انا بقول ان اول مرحله لازم ابدا بيها المشروع بتاعي هي مرحله ايه؟ الداتا كوليكشن، او ان انا بجمع البيانات بتاعتي. طيب تاني مرحله، تاني مرحلة هي كرييت الداتابيز. طب انا جمعت البيانات بتاعتي، عايزة كرييت الداتابيز بتاعتي. طيب بكرييت الداتابيز ازاي؟ بتخيل الرياليتي او الواقع بتاعي، وببتدي ابص بصة كمان على مصدر المشروع بتاعي اللي هو قد يكون الصورة الفضائية، وابتدي اخلطهم مع بعض. طبعا ده شكل تخيلي بس مش اكتر، عشان اوصل لديزاين للداتابيز، وبعدين في الاخر ابني الداتابيز بتاعتي. بمناسبة الشكل ده، احنا الاسطوانة الرمادي عندنا في الجي اس هي دايما بتعبر على الداتابيز. يعني كل ما نيجي نشرح على وتلاقي الرمز اللي قدامك هو عبارة عن اسطوانة كده، يبقى تعرف ان هو بيتكلم على داتابيز. طيب ايه الحاجات اللي جواها دي؟ هي مجموعة اللايرز اللي احنا اتفقنا عليهم. احنا اتفقنا ان احنا البيانات بتاعتنا بتدخل الداتابيز في هيئة بيتم تنسيقها على شكل لايرز، فكده دي شكل الداتابيز بتاعتي، ودي مجموعة اللايرز اللي بتحمل البيانات. طيب تعال نضرب كده مثل بالصورة الفضائية اللي موجودة قدامنا. كده هنفتح برنامج الارك جي اس. ودي بالنسبة لي عبارة عن صورة فضائية، فنعتبر ان ده مصدر المشروع بتاعي. لو جينا مثلنا مراحل اعداد المشاريع، هنبتدي نقول ان احنا رحنا اشترينا الصوره الفضائيه دي او جبنا الصوره الفضائيه دي، يبقى انا كده معديت باول مرحله. تاني مرحله هعملها ايه؟ ان انا ابص بصه كده على الصوره الفضائيه دي عشان اشوف هي بتحتوي على ايه، وابتدي اعمل شكل تخيلي للديزاين اللي هيكون عليه الداتابيز. فاحنا بنتفرج على الصوره كده، احنا شايفينه، شايفين ايه؟ شايفين شويه شوارع، تمام. يبقى انا كده قررت من خلال رؤيتي للصوره دي ومن خلال الهدف بتاعي من المشروع، ابتديت اقول ان انا هيبقى معايا لير للرود، تمام، نوعها لاين، لان الرود بالنسبه لي في الحاله دي بيتمثل على ايه؟ على شكل لاين. طيب بالنسبه للمشروع بتاعي انا عايز اوصف الرود ده بايه؟ يبقى معايا مثلا فيلد بيقول، بقول فيه اسم الطريق او اسم الشارع، فيلد تاني هقول فيه نوع الشارع، فيلد تالت هقول فيه عدد الحارات، فيلد رابع الماتيريال بتاع الشارع، فيلد كمان عن سرعه المرور او كثافه المرور، وهكذا. يبقى اذا دي المعلومات اللي انا المعلومات الوصفيه اللي انا عايزه اعرفها عن الشارع. يبقى انا كده الجزء الاولاني وهو من انواع البيانات في الطبقه الرود اللي هي قلت ان هي هيترسم على شكل اللاين، خلاص. يبقى انا كده بمجرد ما هرسم اللاين يبقى انا جبت المعلومه المكانيه. طيب هبتدي عايز اعرف المعلومات الوصفيه، يبقى انا هبتدي ادخل على الاتريبيوت تيبل بتاع اللير الرود، وابتدي اشوف اسم الشارع وعرضه والماتيريال بتاعته ونوعه وهكذا من كل البيانات الوصفيه اللي احنا اتفقنا عليها، تمام. طيب واحنا ماشيين كده بنبص برضو على الصوره الفضائيه بالاندماج ما بين رؤيتي للصوره الفضائيه ومتطلبات المشروع بتاعي، قررت ان هيكون في كمان لير ثانيه للبيلدنج، تمام. احنا شايفين ان في بيلدنج اهو، احنا في وسط المدينه، يبقى انا قررت ان انا هعمل لير كمان نوعها بوليجون، لان البيلدنج بيتمثل على شكل بوليجون.
فخلاص كده قررنا ان احنا يبقى معانا لير تانية للبيلدينج نوها بوليجون، وعايزة اوصف البوليجون ده بايه. في التيبل يبقى انا هعمل فيلد في رقم المبنى، وفيلد تاني في مثلا ارتفاع المبنى بالامتار، وفيلد تاني عدد الادوار، وفيلد تاني حالة المبنى ده ايه، ممتاز رديء متوسط، فيلد تالت لاستخدام المبنى، وهكذا. يبقى انا كل البيانات اللي عايزة اعرفها عن المبنى، البيانات الوصفية، هصيغها في صورة ديزاين في التيبل الملحق باللاير دي. طبعا كل الحاجات دي هتوضح بالعملي، احنا بس يعني زي ما اتفقنا في الانترودكشن نظري كده بنمر مرور سريع على كل مراحل الجي اي اس، وبعد كده في العملي هنقول طبعا كل الحاجات دي بالتفصيل بتتعمل ازاي. تمام كده؟ يبقى احنا كده في تاني مرحلة من مراحل اعداد مشاريع الجي اي اس، وهي كديت الايه الجيو داتابيز. طيب المرحلة اللي بعدها مرحلة الجيو ريفرنس أو الإرجاع الجغرافي. يعني إيه إرجاع جغرافي؟ يعني أنا مثلا مسكت الصورة الفضائية أو الصورة الورقية اللي بتعبر عن المنطقة اللي أنا عايز أشتغل عليها سيستم الجي اي اس بتاعي، وباستخدام تول بار اسمه جيو ريفرنس ابتديت أقول موقع اللوحة دي فين من شبكة الإحداثيات بتاعة الكرة الأرضية. يعني أنا من دلوقتي عايز أشتغل على خريطة معينة، أنا عايز الأول أعرف الخريطة دي موجودة في أنهي مربع من شبكة الإحداثيات، عشان أي رسم هيتم على الخريطة دي هو كمان هيكون معروف مكانه فين من شبكة الإحداثيات. تمام؟ زي ما اتفقنا إن البيانات اللي أنا بتعامل معاها في بيئة الجي اي اس هي بيانات جغرافية، فلو أنا ما قلتش المعلومة اللي بتعبر عن اللوكيشن أو الإكس والواي، يبقى إذا أنا كده ما بشتغلش على بيانات جغرافية. يبقى أول ما ببدأ كل البيانات اللي هتدخل معايا في سيستم جي اي اس لازم يكون متعرف اللوكيشن بتاعها او موقعها ايه، من شبكة الاحداثيات او الاكس والواي بتاعها ايه. طيب في المراحل الترتيب ما بين مرحلة الجيو ريفرنس اللي هي تالت مرحلة، وما بين مرحلة كرييت الداتابيز اللي هي تاني مرحلة، الترتيب ما بينهم مش هيفرق. بمعنى ايه؟ طبيعي زي ما اتفقنا ان انا لازم ابدأ بأول مرحلة اللي هي الداتا كوليكشن، احنا متفقين على كده. بعد الداتا كوليكشن يا اما ادخل على المصدر اللي انا اشتريته او اللي انا جبته من مصادر البيانات، ادخل اعمل له جيو ريفرنس، او يا اما ادخل على طول على مرحله كرييت الداتا بيز وبعدين اعمل جيو ريفرنس، او هما الاثنين في نفس التوقيت. يعني يبقى معايا اثنين موظفين، واحد منهم بيعمل داتا بيز وواحد منهم بيعمل جيو ريفرنس. تمام؟ يبقى ما بين الخطوه الثانيه الثالثه الترتيب فيهم مش هيختلف، لكن ابتداء من الخطوه الرابعه لازم بعد كده الترتيب يكون متسلسل. يعني ايه؟ الخطوه الرابعه اللي هي الديجيتايزنج، انا مش هقدر اعمل ديجيتايزنج غير لما اكون لازم مريت بالثلاث مراحل دول اللي هم الداتا كوليكشن وكرييت الداتابيز والجيو ريفرنس. بقى اقدر بعد ما عملت الثلاث مراحل دول ادخل على المرحله الرابعه اللي هي الايه، اللي هي الديجيتايزنج. يعني ايه ديجيتايزنج؟ ديجيتايزنج ترجمتها يعني الشف. شف يعني ايه؟ يعني انا ماسك قصادي مصدر مشروع اللي هو الصورة الفضائية أو اللي هو السكان ماب، وبالماوس عمال أحط مجموعة من الفيرتكس اللي هتشكل الشكل اللي أنا محتاج إن أنا أرسمه. طيب إحنا ليه ما قلناش دروينج مثلا أو رسم؟ ليه قلت ديجيتايزنج أو شف؟ لأن ديجيتايزنج بتعني إن أنا شايف حاجة قدامي وبشفها، لكن درو قد تعني إن أنا أكون برسم من مخيلتي. فاحنا هنا في الجي اي اس احنا مش بنرسم من خيالنا، لا احنا لازم تكون الظاهره موجوده قدامنا في هيئه راستر مثلا الاول، عشان احولها لفيكتور عن طريق الديجيتايزنج. وطبعا في مرحله الديجيتايزنج يستحسن ان احنا يبقى معانا ماوس. طبعا هو ممكن لو انا بتعامل مع لابتوب اشتغل بالتاتش وكده، بس طبعا هيكون الموضوع بطيء جدا لو مش بنستخدم ماوس. الافضل طبعا يبقى بنستخدم ماوس، لان دايما اللي بيعمل ديجيتايزنج ده بيبقى مطلوب منه سرعه، لان هو هيعمل ديجيتايزنج لحاجات كتيره، فاحنا بنبقى محتاجين كواليتي وسرعه. طبعا اللي بيعمل مرحله الديجيتايزنج ده لازم يكون شغال بماوس. طيب المرحلة اللي بعد كده اللي هي المرحلة الخامسة، اللي هي مرحلة الاتريبيوت تيبل أو إدخال البيانات في الاتريبيوت تيبل. برضو مش هقدر أدخل على المرحلة الخامسة دي غير لما أكون مريت بالأربع مراحل السابقين دول بالترتيب. طيب إيه مرحلة الاتريبيوت تيبل دي؟ إحنا دلوقتي ابتدينا نرسم الظاهرات اللي موجودة عندي في الساتلايت ايمج مثلا، رسمنا الشوارع ورسمنا المباني وهكذا. طب أنا عايزة أبتدي أدخل البيانات الوصفية اللي في التيبل.
طيب البيانات الوصفية دي لو أنا في حالة إن أنا المشروع بتاعي بشتغل من سكان ماب، في الغالب هتكون البيانات الوصفية اوريدي موجودة على الخريطة الورقية. يعني إيه؟ يعني لو إحنا دلوقتي بنعمل ديجيتايزنج مثلا على سبيل المثال لتوبوجرافيك ماب، فغالبا البيانات اللي هتدخل في التيبل هي اوريدي ظاهرة قدامي في الخريطة الورقية. يعني أنا دلوقتي مثلا بحط بوينت بتعبر عن نقط المناسيب، تمام؟ شاشة يا باشمهندس لو قدرت تظبط لنا الشاشة بس. تمام، أنا دلوقتي بعبر أنا دلوقتي بشتغل على مثلا برسم البوينت اللي بتعبر عن نقط المناسيب اللي في التوبوغرافيك ماب أو الخريطة التوبوغرافية، فأوريدي كل بوينت منهم هي مكتوب عليها الرقم المنسوب بتاعها، فخلاص فقدرت أنا كده دلوقتي بقيت برسم البوينت من اللوحة وبدخل الرقم اللي بيعبر عن منسوب البوينت دي من الخريطة من الخريطة الورقية. تمام، طيب لو انا مثلا برسم وادي، ففي الغالب برضه هيكون الوادي اللي موجود قدامي في الخريطه اسمه ظاهر، فخلاص انا قدرت اجيب البيانات اللي هتتخزن في الاتريبيوت تيبل وهكذا. ده في حاله ان انا بشتغل من خريطه ورقيه. طيب في حاله ان انا بشتغل من ساتلايت ايمج، في النوع ده من المشاريع كل البيانات اللي هتدخل في الاتريبيوت تيبل هي في الغالب هتجيلي من فيلد سيرفي. يعني ايه؟ يعني انا بالاضافه للموظف بتاع الجي اي اس او الراجل اللي بيرسم، بيبقى ليه صديق او بيبقى ليه زميل تاني معاه في الشغل من قسم السيرفي او قسم المساحه اللي بنسميه المساح، هو ده اللي بينزل الفيلد يجيب لنا البيانات. طيب ايه هي البيانات اللي بيجيبها؟ او الطريقه دي بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق ان بتاع الجي اي اس هو اللي بيبتدي الاول فيز 1، بيبتدي يرسم الظاهرات زي الشوارع والمباني مثلا اللي موجوده على ايه يا باشمهندس، بس شوف لنا المسج اللي بتظهر دي حلها ايه. انا عمال الغي اي حد بيكتب حاجه بلغيه على طول، بعمل له ريموف. انا لغيت برضه، بس في مسج عماله تظهر كده ان في حد عايز يعمل كنترول على السكرين. انا بلغيهم خالص. طيب ماشي يا باشمهندس. دكتور حضرتك ممكن تعملي ديسيبل انوتيشن؟ انا طيب عملت disable annotation. اوكي تمام، خلاص هكمل كده صح. تمام، خلاص كده. طيب في اللي بيحصل في النوع ده من المشاريع بتاعة التخطيط، ان احنا زي ما اتفقنا بيبقى معانا اتنين موظفين، واحد بتاع جي اي اس وواحد تاني بتاع سيرفي. اللي بيبدأ فيهم الأول هو بتاع جي اي اس، بيبتدي يمسك الصورة الفضائية، يبتدي يرسم الشوارع والمباني اللي هو شايفها طبعا بدون أي بيانات وصفية، لأن طبعا في الصورة الفضائية لا باين اسم الشارع ولا حالته ولا رقم المبنى ولا الكلام ده كله. فبيبتدي بتاع جي اي اس ده بيرسم طبقة الشوارع والمباني ويبتدي يطبعهم على ورقة مثلا حجمها A4، وبتاع السيرفي بينزل اللوكيشن نفسه، بينزل المكان نفسه اللي احنا راسمين فيه، اللي بتاع الجي اي اس رسم فيه، بينزل معاه الخريطة الورقية اللي اتطبعت من البيانات اللي اترسمت باستخدام الجي اي اس، بينزل معاه نموذج استمارة كده، ده بيبقى معد مسبقا، ده بقى عامل زي جدول. بيحصل ايه بقى؟ بيبتدي على الخريطة الورقية نفسها يدي سيريال نمبر مثلا على الشوارع، يدي مثلا لشارع معين يكتب فوقيه رقم واحد، ده في اللوحة او في الخريطة اللي مطبوعة من الرسم بتاع الجي اي اس، ويبتدي في الاستمارة يفصل لي يعني ايه رقم واحد ده، فيبتدي في الفيلد بتاع السيريال يقول رقم واحد، ويبتدي في الفيلد بتاع الاسم يقول لي اسم الشارع ده ايه وعرضه، وفي الفيلد بتاع العرض مثلا يحط لي الرقم بتاع العرض، وفي الفيلد بتاع النوع يحط لي نوع الشارع ايه، وهكذا كل البيانات اللي انا عايز اعرفها. وبعدين يروح يمشي في شارع تاني زي ده مثلا، يديله على اللوحة الورقية اللي اتطبعت من الرسم بتاع الجي اي اس يديله سيريال رقم 2، ويجي في الاستمارة يبتدي يفسر رقم 2 دي بتعني ايه على مستوى اسم الشارع والنوع والماتيريال والسرعة وهكذا. وبعدين يمشي في شارع تاني يديله في الخريطة الورقية رقم 3، ويبتدي في الاستمارة يفصل لي رقم 3 دي ايه. يبقى كده المرحلة بتاعت السيرفي انتهت. يجي بقى فيس 2
للراجل بتاع جي اس مره تانية. هيبتدي يعمل ايه بقى؟ هيفتح الرسم اللي قول لي اللي اوريدي كان رسمه من فيسبوك، ويبتدي يمسك معاه اللوحه المطبوعه اللي هي كانت انطبعت من الرسم بتاع فيز 1، ويمسك معاه السماره بتاعه السيرفي اللي هو بتاع المساح اللي جه من الفيلم. يفتح الثلاث حاجات دول قدامه، يبتدي بقى في مرحله ادخال البيانات في الاتريبيوت تيبل، يبتدي يشوف الشارع اللي مطبوع ده اللي مديله رقم واحد، يعمل له سيلكشن في الداتا، ويبتدي يقرا التوصيف من الاستماره ويبتدي يدخله في الاتريبيوت تيبل. يعني لو ركزنا في الصوره دي، انا ببتدي اعمل سيلكت اهو للشارع، يعني انا نشوفها عملي احسن. خلاص هنعتبر مثلا ان ده الرسم اللي احنا رسمناه وطبعناه وجاله يتعمل له فيلد سيرفي. هنبتدي نعمل سيلكشن هنا للشارع ده مثلا، ونبتدي ندخل في الاتريبيوت تيبل بتاعه، نبتدي نكتب البيانات هنا في الجدول بناء على الاستماره اللي جايه لي من الفيلم. بعدين ادخل على الشارع ده، ابتدي اكتب البيانات بتاعته من الاستماره، واعرف هو فين والسيريال نمبر بتاعه منين من الخريطه، وهكذا. يبقى دي كده مرحلة ايه؟ مرحلة ادخال البيانات في الاتريبيوت تيبل. تمام. المرحلة السادسة وهي مرحلة التوبولوجي. يعني ايه الاول توبولوجي؟ التوبولوجي ده يعني العلاقات المكانية ما بين الفيتشرز او ما بين اللاير. يعني ايه؟ يعني احنا اتفقنا ان انا دلوقتي لو انا بتكلم في الرسم بتاع المدينة، فاحنا راسمين مجموعة من الطبقات، طبقة للشارع، وطبقة للمباني، وطبقة للريال واي، وطبقة للبارسل، وهكذا. مجموعة من الطبقات. الطبقات دي في علاقات مكانية بتربطها، أو في علاقات مكانية بينهم وبين بعض. قد تكون العلاقة المكانية دي ما بين اتنين فيتشر في نفس اللاير، يعني ما بين اتنين رود أو شارعين في نفس اللاير اللي هي الريال بتاعت الرود، أو اتنين بيلدينج في نفس اللاير بتاعت البيلدينج. وقد يكون العلاقة المكانية دي ما بين اتنين فيتشر بس في اتنين لاير مختلفين، يعني مثلا علاقة ما بين الروت وما بين البيلدينج. طيب زي ايه العلاقات دي؟ زي مثلا ان انا اقول ان لو انا بتكلم على مستوى اللاير الواحدة، ان الفيتشرز اللي موجودة في اللاير الروت هي عبارة عن نتورك. يبقى ايه العلاقة المكانية اللي بتربط الفيتشرز اللي في نفس اللاير بتاعت الروت دي؟ ان هما ما بينهم نتورك. يعني ايه؟ يعني لازم كل اللاينز اللي في اللاير بتاعت الرود يكون معمول لهم كونكشن ببعض. طب الكونكشن ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي ان انا لما اجي اقول ان انا عايزه اوصل من النقطه اللي واقعه على الشارع ده، وعايزه اروح للنقطه اللي في الشارع التاني، ايه التراك اللي هيوصلني ليها؟ طب التراك ده هيترسم ازاي؟ هيترسم عن طريق ان الشارع ده ملتقي بالشارع اللي انترسكت معاه عشان يقدر يوصل للنقطه دي. يبقى لو الشارعين دول اصلا مش معمول لهم كونكت ببعض، فهما مش هيقدر يبقى فيهم تراك ما بينهم. طب تعالوا نشوف الكلام ده ازاي. تمام. يعني احنا دلوقتي دي طبقة الشوارع، كل طبقة الشوارع دي لازم يكون ما بينهم كونكشن. يعني ايه؟ يعني هما واصلين ببعض. فلما اجي اقول ان انا عايز اوصل من المكان ده للمكان ده، يبقى التراك بتاعي هيمشي كده لغاية ما يقابل الشارع ده، لغاية ما يمشي ويجي للنقطة اللي أنا قلت عليها. طب لو الشارعين دول مش متقابلين مع بعض، أو مش ملتقيين مع بعض في نفس النقطة، التراك وهو ماشي مش هيعرف إن في شارع هنا يقدر يمشي فيه، فهتلاقي التراك مكمل معاك لفوق عادي، مش هيحس خالص إن في أي شارع ملتقي معاه. يبقى أنا كده لو ما اتاكدتش ان العلاقات المكانيه في طبقه الشوارع ماشيه بشكل مظبوط، انا مش هقدر استخلص نتائج مظبوطه. يبقى لو جينا فكرنا فيها، معنى كده ايه؟ ان انا ما اقدرش اخد اي نوع من انواع الاناليسيس غير لما اكون عملت توبولوجي على الداتا بتاعتي. طول ما انا ما عملتش توبولوجي، طول ما انا عارف ان النتائج اللي هتجيلي اوتوماتيك مش مظبوطه، لان ممكن يكون في مشاكل في الرسم. طيب زي ايه تاني؟ طبعا التوبولوجي ده حاجة كده يعني بنقعد فيها مش أقل من 5 ساعات، احنا طبعا بنمر عليه مرور سريع كده نظريا. يعني زي ايه تاني؟ زي مثلا علاقة ما بين اتنين بيلدينج في نفس اللاير، اللي هو مثلا بنقول ان ما ينفعش ان يكون في بينهم اوفرلاب. طب اوفرلاب دي معناه ايه؟ اكيد انت في الواقع ما فيش اتنين مبنى فوق بعض، تمام. فلو انا جيت برسم اتنين بوليجون قريبين من بعض، وخطأ في الرسم جه حصل ان انا عملت فيه حتة تطابق او اوفرلاب ما بين المبنى ده والمبنى ده، ده معناه في الطبيعة ان ده مش موجود في الطبيعة، فده خطأ في الرسم. لازم الاول ان انا اصلحه قبل ما ابتدي اعمل اناليسيس. تمام.
على سبيل المثال لو انا عندي مثلا بتكلم في اللاير البوليجون اللي بتعبر عن حدود محافظات، لو في نسبة تداخل ما بين محافظتين جنب بعض وجت مثلا نقطة سيتي او نقطة مدينة وقعت في الجزء المتداخل ده، لما اجي انا اعمل عليها كويري اقول مثلا عايز اعرف النقطة بتاعت السيتي دي واقعة في انهي محافظة، فالكويري يبتدي يجيب لي ايه، ان هي واقعه في القاهره وفي بني سويف. طب ازاي يعني هي المدينه في محافظه بني سويف والقاهره في نفس التوقيت؟ اكيد لا، يبقى دي كده خطا في الرسم ادى الى خطا في المدينه. طب لو خلينا نتخيل ان الخطا ده كان عباره عن جاب او فراغات، يعني جاب يعني فراغ ما بين الاثنين بوليجون، احنا طبعا عارفين ان الحد الاداري ده ما ينفعش يبقى فيه اوفرلاب او جاب. طب لو السيتي بتاعتي وقعت في منطقه الفراغ او منطقه الجاب، هاجي اعمل كويري عليها اقول انا عايز اعرف السيتي دي تبع محافظه ايه، مش هتطلع تبع انهي محافظه. طب ازاي، ما هي واقعه في نص مصر مثلا، ازاي ما تطلعش تبع انهي محافظه؟ فده برضو نوع من انواع الخطا في الرسم ادى الى خطا في النتيجه، او يكون مثلا ما في علاقه ما بين اتنين فيتشر بس في اتنين لير مختلفين، زي مثلا علاقه الرود والبيلدينج، ان ما ينفعش يبقى فيه اوفرلاب او انترسكشن او يعني نسبه تداخل ما بين الرود وما بين البيلدينج. فلو انا جيت خطا في الرسم دخلت جزء من الرود جوه البيلدينج، ده معناها ان في الطبيعه ان الشارع ده داخل جوه المبنى، او المبنى ده وقع في نص الطريق، وده طبعا مش مظبوط وهيؤدي الى خطا في الايه، في الاناليسيس بعد كده. يبقى قبل ما ادخل على مرحله الاناليسيس لازم نكون مخلصين مرحله التوبولوجي، ودي بتبقى عباره عن مجموعه من الرولز، دي طبعا مجموعه الرولز اللي موجوده في السوفت وير، انا بغذي بيها قاعده البيانات ويبتدي يعمل زي سكان كده على الداتا، زي يعني شبهها دايما بالانتي فايروس. التوبولوجي ده بغذيه بقائمه الرولز او الشروط اللي انا عايزها تتوفر في الرسم، فالتوبولوجي بيعمل زي سكان او فاليديت على الداتا، بيشوف الرسم بتاعي حقق الشروط اللي انا قلت له عليها ولا لا، والمكان اللي ما حققش الشروط اللي انا مديها له هيبتدي يقول لي ده هنا في مشكله. طيب طريقه التصليح بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن اديتنج عادي جدا، ماشي؟ يبقى هو التوبولوجي يساعدني في ان انا الاقي المشكله، لكن تصليح المشكله ده بيبقى عباره عن اديتنج، وده ما فيش طبعا اسهل منه. لكن مشكلتي الحقيقيه ان انا الاقي طريقه اوتوماتيك تطلع لي المشاكل اللي وقعت فيها في الرسم. ده بالنسبه لمرحله التوبولوجي. بعد ما عملنا التوبولوجي ساعتها اقدر اوصل لمرحله الاناليسيس، واتفقنا ان احنا عندنا انواع كتيره من الاناليسيس في الجي اي اس، زي النتورك مثلا، وده شرحناه من شويه، اللي هو انا عندي مجموعه من الرودز وبوينت تانية بتعبر عن المستشفيات، ولو حد قال لي الاكس والواي بتاع المكان الحادث اقدر اقول له التراك اللي هيمشي فيه واقرب مستشفى ايه وهيوصلها في وقت قد ايه. طيب في انواع تانية من التحليلات اسمها زي مثلا تحليل اسمه سبيشال اناليسيس، ده بيعتمد مثلا على سبيل المثال ان انا عندي ديم او خريطة ارتفاعات او صورة ارتفاعات، اقدر من خلالها ان انا اعمل تريس للاودية، يعني لان الاوديه طبعا عباره عن المكان المنخفض ما بين المرتفعين، فلو انا جبت راستر بتعبر عن ارتفاعات البرنامج بمنتهى البساطه يقدر يعمل تريس للاوديه، فهيمر ساعتها بمجموعه البكسل الفاليوز بتاعتها اقل من البكسلات المرتفعه اللي حواليها، فيقدر ببساطه يرسم لي شبكه الاوديه او الكونتور مثلا. كل ده هيحصل اوتوماتيك. عندي تاني تطبيقات تانية أو نوع تاني من التحليلات اللي هو ال 3D analysis، وساعتها هنقدر هنعتمد على 3 dimension، هيبقى معانا كمان ال X وال Y، هيبقى معانا ال Z، وساعتها لو أنا مثلا معايا ارتفاعات المباني أقدر أعرضها بشكل مجسم وهكذا. ومعايا تطبيق تاني زي اليوتيليتي نتورك مثلا، اللي هو بيتطبق على المشاريع زي مواسير المياه والصرف والغاز والكهرباء، وساعتها النوع ده من التطبيقات بيتيح لي ان انا يبقى معايا المسار او اتجاه بتاع الداتا، يعني مثلا السورس والسينك، واقدر ساعتها اعرف المسار بتاعي ماشي منين او اتجاه الحركه ماشي منين لفين، بحيث مثلا ان انا بتعامل مع مواسير ميه
وجيت مثلا عايزه اقفل المحبس بتاع الماسوره دي، ابقى عارف ايه المواسير اللي معمول لها كونكشن مع الماسوره اللي انا بيتعمل لها صيانه، او مثلا الماسوره انفجرت يبقى انا عارف مسبقا انا هقفل انهي المحبس اللي الاي دي بتاعه رقم كذا، اللي هو اصلا بيغذي المواسير الفلانيه اللي هي داخله في المنازل اللي ارقامها كذا كذا كذا. فابتدي بسرعه ابلغ اصحاب البيوت دي او المنازل دي ان انا هقطع عنكم مثلا المايه لمده قد كده، عشان احنا بنعمل صيانه في الماسوره الرئيسيه، وهكذا. المرحله الثامنه وهي مرحله الكارتوجرافي او الاعدادات ما قبل الطباعه، واللي بيحصل فيها ان احنا بنتخيل الرياليتي عامل ازاي، والراجل الكارتوجرافر ده بيمسك الداتا بيز اللي معاه، بيقدر يعمل لها شويه سيلكشن وكلاسيكيشن وسيمبولوجي، فبحيث ان مثلا الجزيرتين والكوبري دول اللي في الرياليتي يظهروا بالشكل ده في الخريطه، عشان الخريطه لما توصل للماب يوزر او قارئ الخريطه يقدر يقراها ويحللها ويفسرها. وكده احنا خلصنا الانترودكشن النظري. ممكن بقى يا باشمهندس ندي وقت كده للأسئلة أو المناقشات. ألف شكر لحضرتك، محاضرة ممتعة واستفدت كتير جدا منها بصفة شخصية. أتمنى أي حد عنده أسئلة بس يعمل رأس هند. يا باشمهندس سعد، اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكي دكتوره فوزيه. الله يخليك، انا مش مهندس، انا مفضل. بنشكر حضرتك جزيل جدا على يعني هذه المبادره وهذا الكورس الجميل والمعلومات الغزيره جدا جدا، والتبسيط بصراحه رائع بدون اخلال حتى، وبتدينا كل المعلومه بس ببساطه جميله جدا. بسال حضرتك، لما اجي اعمل بول لاين او بوليجون على مبنى، انا ظاهر المبنى عندي السطح بتاعه وظاهر له ظل، برسم البوليجون على السطح على حدود السطح، ولا المفروض برسمه على البلان بقى اللي هو القاعده بتاعته على الارض؟ تمام. طيب تمام، في سؤال تاني يا باشمهندس؟ لا لا اتفضلي حضرتك. تمام. طيب السؤال ده حلو جدا ومفيد جدا خصوصا في المشاريع بتاعة التخطيط، اللي دايما بيبقى الرسم دايما ساتلايت ايمج، وطبعا بيقابلنا مشكلة ان هي ان المباني ليها ظل. تمام، زي مثلا الصورة دي، الصورة دي التقطب بزاوية معينة. يعني ايه بزاوية؟ مثلا هعمل بس تعديل صغير في الصورة بحيث تظهر بشكل اوضح. تمام، الصورة الفضائية دي الزاوية اللي اتصورت بيها هي زاوية مايلة، يعني كأننا باصين للصورة دي من الزاوية بتاعتنا احنا، كأننا باصينها من الاتجاه اللي احنا شايفين بيه الصورة دلوقتي. فطبيعي ان المباني اللي ليها ارتفاعات اعلى من اللي جنبها هياخدوا امتداد اكبر. يعني مثلا لو انا جيت دلوقتي برسم الشارع ده، المفروض الشارع ده ماشي على سطح الارض، يبقى الشارع لازم يترسم بالظبط في السنتر لاين بتاع الصوره. زي ايه؟ زي مثلا ان انا ارسمه بالشكل ده، انا هاجي هنا هرسم الشارع ده بالشكل ده. طيب وانا برسمه المبنى ده كان عالي شويه، فالمفروض ان احنا شايفين ان كأن المبنى ده قطع الشارع. هو في الحقيقه المبنى مش قطع الشارع، الحقيقه ان المبنى ده موجود بس موجود في مكانه على القاعده مش على السطح. طب وانا برسمه اعمل ايه؟ انا برسمه طبعا انا هرسم بس في انهي في اي لاير، بس عشان المثل يوضح انا هرسم في لاير البحار بس عشان المثل يوضح. فانا دلوقتي المفروض لما اجي ارسم مبنى مرتفع زي ده انا برسم من على السطح. ليه؟ لان السطح هو اللي ايه؟ هو اللي ظاهر قدامي. تمام، وانا محتاج احنا محتاجين ان احنا نرسم المبنى بالحجم بتاعه، فالحجم بتاعه او مساحته مش هيبان غير على السطح. بس بعد ما برسمه باخده بالطول دي اللي اسمها ايه الطول، اعمل له شيفت على القاعده. تمام، يبقى انا برسم على السطح عشان اخد عشان اخد من السطح المساحه والحجم، لان اكيد طبعا حجمه من القاعده هو هو يعني، او مساحته في القاعده هو هي هي مساحته على السطح. فانا برسم المبنى على السطح وبعمل له شيفت للقاعده. انا سوري بس ان انا قطعت حضرتك، المسقط بتاع المساحه بتاعت السطح اكبر من المساحه النت بتاعت الارض. ليه؟ لان في بروز بلكونات
بلكونات، البروز ده بيبان في سطح، لكن انا لو قطعت تحت البلكونات المساحه هتبقى اقل من دي. بالظبط. ده بص، اللي انا هو على النقطه حسب، دي هو اللي على بتخلي حسب اعمل كده. المشروع، هو على حسب المشروع يا باشمهندس. لو انا المشروع بتاعي هيترسم من صوره زي دي، فدي طبعا مش ده مش دي نفس مش دي الصوره او الريزوليوشن بتاع الصوره اللي هيبان فيها النوع ده من المشاريع. انت حضرتك كده بتتكلم ان انت مصدر المشروع بتاعك ممكن يكون اللي هو الكالكات او الحاجات المعموله على الكاد، مش كده؟ يعني انا من خلال الصوره الفضائيه دي، لا مش ده لا مش لا، انا دي. بتكلم على ساتلايت. ما هو انا على بتكلم على ساتلايت ساتلايت. نفس الايمج اللي قدام حضرتك دي، بس انا باجي برسم انا عملت بلوجن زي حضرتك عملت بالظبط، بس انا واثق ان هو مساحته اكبر من مساحه الارض. ثانيا، لما باجي اعمل له شيفت بعمل له شيفت بالويم، يعني ما عنديش سكيل عشان ايه احركه كام سنتي لتحت عشان يبقى نزل على القاعده بتاعته. تمام. حضرتك هو فاهماني؟ بص، هو انت كده لو انت بتتكلم على مشروع في التفاصيل دي، مش ده مثلا مش ده الريزوليوشن الصوره اللي انا المفروض ارسم بيها. طب لو انا في حالتي اللي قدامي القاعده بتاعتي بتقول ايه؟ ان انا برسم على السطح بتاع المبنى عشان اجيب منه مساحه. طبعا مش دي خالص الصوره اللي بيجاب منها البلكونات والحاجات دي. فانا دلوقتي هرسم كده، انا دلوقتي رسمت ده سطح المبنى، تمام كده؟ يبقى انا كده متاكد ان الشكل ده والمساحه دي هي بتاعه المبنى، لان بالتاكيد سطحه زي قاعدته. وبعد ما بخلص عشان اخد الاكس والواي بتاع المبنى لازم اعمل له شيفت على القاعده، على مكانه في القاعده. ده كده لا، يعني لو انا استغنيت عن الصوره، ده كده اللوكيشن الحقيقي بتاع المبنى، تمام؟ بس عشان المساحه، لكن المساحه هاخدها من السطح، مش باخدها من القاعده، تمام كده؟ تمام يا فندم، شكرا جزيلا على الصورة. العافية يا باشمهندس. باشمهندسة هنات، أنا ايوه مع حضرتك. ايوه دلوقتي انا كنت عندي كذا سؤال. تمام. مبدئيا انا بشكر حضرتك جدا على الشرح فعلا ممتاز جدا. وانا اي نعم انا واخده كورس قبل كده، بس فعلا استفدت جدا، وانا بشكر حضرتك على ده جدا. عفوا على ايه، يا رب تستفيد دايما يا رب. يا رب. تاني حاجة كنت عايزة أسألك، انت كنت في الشرح بتقولي ان في راستر بتعبر عن الحرارة زي الاليفيشن موديل الدم، هل الراستر دي موجودة فعلا او لا؟ او ده كان مثال من حضرتك، ولو موجودة اقدر انزلها منين؟ لا، هي مش بتتنزل. هي المفروض ان النوع ده من الراستر انا بجيب الاول بيانات، يعني هو ده كده احنا ندخل في اناليسز الراستر، تمام؟ اللي هو من الاول ان انا اجيب مثلا زي بوينت بشكل عشوائي بتعبر عن ارتفاع على درجات حرارة. يعني مثلا اروح عند البوينت دي واقول ان الـ درجة الحرارة في المنطقة دي كذا، والبوينت دي درجة الحرارة في المنطقة كذا. اصبح البيانات اللي بتغطي منطقتي هي عبارة عن ايه؟ عن بوينت من نوع فيكتور، تمام؟ يعني ايه؟ يعني الداتا بتاعتي منفصله، تمام كده؟ يعني المكان اللي ما فيهوش بوينت ما اقدرش اعرف الحراره بتاعته. طيب افرض ان انا عايز ادي زي مؤشر كده او انتربليشن، ان هو يقول لي الاريا بتاعتي كلها بالتقريب درجه حرارتها كعباره عن رنجات، زي ماشي؟ اعمل كونكت بين بين البوينت دي والبوينت دي ويجيب لي متوسط في النص. إيه؟ لا، هو مش ممكن نعملها عن طريق راستر، ان انا ادي في عندي انواع من التحليلات الراستر زي الانتربوليشن مثلا. في حاجه عندي في اسمها في سبيشال اناليسيز، ممكن اختار اي طريقه من طريقه الانتربوليشن، ابتدي اقول ان البوينت دي تتحول لسيرفيس او فيكت او راستر بتاخد رينج منطقه معينه بالتقريب. يعني السوفت وير هو اللي هيعملها، هيبتدي يتوقع اوكي المنطقة، يعني درجة الحرارة في الحتة دي كذا ودرجة الحرارة في البوينت اللي جنبها كذا، يبقى بالتقريب المنطقة دي في الوسط ما بينهم يتتبع دي يتتبع دي، تمام؟ تمام فأنا من خلال البوينت دي أقدر أحولها لسيرفيس أو راستر بيديني البيانات متصلة، لكن الفيكتور دايما بيعبر عن بيانات منفصلة، ايوه تمام؟ صح، تمام جدا. طيب عندي سؤال كمان، هو سؤال ممكن يكون ساذج بس انا فعلا محتاجه ان اعرفه. اوكي، اهميه عمسة الخريطه، يعني ايه اهميه اتجاه الشمال السكيل بورد؟ الليجن اكيد معروف الاهميه بتاعته، تمام. اللوكيتور ماب برضو معروف مكانها ايه، بس انا عايزه اعرف ايه اهميه السكيل بورد والنورث ارو، لان انا حقيقي مش عارفه ايه الفرق بينهم. مش الفرق، انا مش عارفه ايه يعني ايه فايدتهم؟ فايدتهم.
تمام. هو انا مبدئيا هشتغل دي بنسميها الماب اليمنت او اساسيات الخريطه، اللي هو انا مثلا الداتا اللي عندي دي انا بستخدمها في البرنامج، لكن هبتدي ان انا اطبعها على ورقه. فالمفروض ان الماب يوزر او قارئ الخريطه هو دي الورقه اللي قدامه، دي لازم يكون فيها كل التفاصيل اللي هيقدر يعرف منها المعلومات، ما عندوش اي وسيله تانية اللي يعرف بيها المعلومات زي ما احنا في بيئه الجي اس. تمام. طيب تمام. اتجاه الشمال ده لازمته ايه؟ لازمته ان انا لما امسك الورقه دي اوجهها ازاي؟ اوجهها بالطول ولا بالعرض؟ يعني انا بمسك الخريطه دي وماشي بيها في اللوكيشن، ابقى عارف ان الخريطه دي اتجاهها طول ولا بالعرض. يعني مش انت ممكن تمسكي الورقه دي ماشي تمسكيها بالطول او بالعرض، وبما انه رسم فانت مش شرط خالص اتجاه الرسم ازاي. لا فاهمه قصدي، يعني انت دلوقتي ماسكه ورقه في ايدك، تمام، انت عايزه تعرفي التوجيه بتاع الخريطه ده امسكها بالطول مثلا ولا امسكها بالعرض، الداتا بتاعتي مسترسله في انهي اتجاه. فدايما اتجاه الشمال بيدل على الاتجاه الشمال هو اتجاه الاتجاه الخريطة. اتجاه الخريطه، لان اكيد لو انا عرفت الشمال هقدر اعرف فين الجنوب وفين الشرق وفين الغرب. تمام كده. تمام. ممكن نفس الداتا ممكن وانا بطبعها اطبعها بالطول، وممكن اطبعها بالعرض على حسب حجم الورقه اللي معايا وعلى حسب شكل الداتا اللي معايا. تمام كده. تمام يبقى جدا. اتجاه الشمال ده لازم يبقى موجود عشان اعرف ازاي اوجه الخريطة. تمام. اوكي. طيب السكيل بار بقى، انا لو عايز من الخريطة دي اخد قياسات، احنا السكيل مقياس الرسم ده عبارة عن ايه؟ التنسيب ما بين المسافة اللي على الخريطة وبينها وبين الطبيعة. يعني لو انا قلت ان المسافة في ان السكيل بتاع الخريطة دي سكيل 1 إلى 100 ألف، يعني ايه 1 إلى 100 ألف؟ يعني الواحد سنتي مثلا على الخريطة بيكافئ 100 ألف سنتي على الطبيعة. فلو انا جيت مثلا مسكت، يعني هنتخيل الداتا اللي قدامنا دي كده كأنها دي الخريطة الورقية، فلو انا جيت قست كده المسافة ما بين الحتة دي والحتة دي طلعت سنتي، يبقى انا كده عرفت ان انا لما هنزل الطبيعة المسافة ما بين الحتة دي والحتة دي عبارة عن 100 ألف سنتي او كيلومتر. تمام. تمام كده. يبقى انا كده قدرت من خلال الخريطة ان انا اعرف اخد منها قياسات. تمام اوكي. هو حضرتك ان شاء الله هتشرحي النتورك اناليسيس؟ النيتورك اناليسيس ده حته ادفانسد لسه عليها كتير. انا عشان كده تمام. سألت، حضرتك قلتي كان في حتة كده كان فيها النتورك، فعشان كده انا بسأل بس. لا، احنا في الانترودكشن دي زي ما اتفقنا الجايز ده تراك طويل جدا جدا، جدا. فاحنا طبعا، فاحنا في الانترودكشن دي بندي كده زي يعني مرور كده على كل مراحل الجايس عشان نبقى فاهمين بس السيستم ده احنا بنستخدمه في ايه وكده. بس احنا في الكورس بتاعنا ده هنبقى في مرحلة المبتدئ بس، طبعا مش هيبقى فيها نتورك اناليسيس. اوكي. طيب بالنسبة للسيمبولوجي اللي هو بيبقى مخطط وفيه نقط وفيه خطوط بألوان مختلفة والكلام ده بستخدمه في ايه واستخدمه امتى؟ طيب انا هوريكي نموذج كده. تمام. احنا كده شايفين الخريطة الجيولوجية اللي قدامنا دي. تمام. تمام. حاجة انت قصدي حاجة شبه كده صح، ان البوليجون يبقى لون وفيه خطوط مثلا، صح كده؟ مش انت قصدي كده؟ طيب انا بستخدمها في ايه؟ حاجه زي كده زي الخريطه الجيولوجيه دي. الخريطه الجيولوجيه دايما دي بتبقى حاجات ستاندرد كده، يعني المفروض ان الرمز ده عند الجيولوجيين بيعني مثلا ان البوليجون ده او الجيولوجيكال يونت دي في زمن معين وخدت او نوع صخري فيها حاجه معينه، فالمفروض ان هو الجيولوجي اول ما يشوف السيمبل ده اللي هو الدرجه دي من اللون والتهشير ده اللي جواها هيعرف يبقى حزم اليون او دي نوع عن يعني زمن الصخور بتاعتها. او نوع الصخور بتاعتها ايه. ففي مثلا دي حاله من اللي انا مجبر فيها ان انا استخدم ان البوليجون بتاع السيمبولجي بتاعه يبقى واخد لون ويبقى واخد تهشير كمان في نفس الوقت. اوكي تمام. طب كده تمام اوكي. ميرسي لك جدا، تمام. العفو عليا. اشتعلتك معايا. لا، ابدا، انا وسهلا. باشمهندس محمد كمال. باشمهندس محمد. طب باشمهندس عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير يا دكتور، و بجد الواحد استفاد كتير جدا مع حضرتك. انا عمر، مهندس سينيور سيرفي انجينير وراسكم طرق. تمام. انا وسهلا.
هو يعني مثلا في بس سؤالين عايز اسالهم. وانا بس في الاول لما اتخرجت يعني ساعدت في موضوع الجي اي اس ده شويه، ان انا احاول اشتغل في اي حاجه فيه فما عرفتش. فانا بسال دلوقتي، حال الماركت بتاع الجي اي اس في الوطن العربي وفي مصر خصوصا، ايه الابلكيشنز اللي شغالين فيها وممكن الواحد يبتدي يفكر فيها؟ ده سؤال اولاني. في سؤال تاني هو بالنسبه للسبيشال اناليسيس، ده ينفع يتعمل على داتا فيكتور ولا راستر بس؟ بس هما دول السؤال ده. تمام. هو الاول حاله السوق، احنا طبعا الجوائز دلوقتي يعني يعتبر يعني لا غنى عنه في مجالات كتيره جدا، يعني تقريبا جميع الهيئات الحكوميه والوزارات بالاضافه طبعا للقطاع الخاص اصبح فيهم قسم للجي اس على الاقل يعني. تمام. او على الاقل عندهم مشاريع بيستعينوا بيها بشركات متخصصه في الجي اس بيعملوا المشروع بتاعهم. فلو حضرتك المجال بتاعك طبعا تبع من الحاجات اللي بيتطبق فيها سيستم جي اس، يبقى اصبح من الضروري انك تتعلمه. تمام. ده بالنسبة للسؤال الأولاني، لو عايز تفاصيل أكتر ممكن يعني ممكن تدلني على سؤالك تاني في تخص الحتة دي. والله أنا مش قصدي، أنا قصدي مثلا قطاع مثلا زي مثلا، أنا عارف مثلا الوزارة زي وزارة الري فيها مكات سيكشن كبير جدا للجي أي إس. تمام. فسؤال مثلا، قطاع زي الري ممكن يستفيد من الجي أي إس ده إزاي؟ هل الموضوع بس موضوع جاست موضوع بوردرز، ولا حضرتك مثلا الموضوع ممكن يكون ادفانسد شويه يوصل لموضوع الاناليسيس بعد كده، ان هو يبتدي في حاجات ادفانسد قوي داخله في المواضيع دي؟ يعني ايه مثلا وزاره زي وزاره الري بتستخدم الجي اي اس يعني؟ طيب ايه الحاجه يعني الملموسه على الارض؟ تمام. يعني مثلا في قطاع الري ده، انا الحاجات الفيشرز اللي انا بتعامل معاها هي ليها لوكيشن، زي مثلا لو احنا بنتكلم على القناطر مثلا. تمام. تمام. فده قسم كامل او يعني قطاع كامل في وزاره الري مثلا. القنطره دي هي عباره عن جسم ليه لوكيشن ثابت، انا محتاج شكله ومساحته وكل الفيتشرز اللي فيه ابتدي ارسمها جي اس. يعني انا مثلا هرسم الهيكل بتاع القنطره والبغال مثلا، هرسمها كشكل وهاخد مساحتها وهعمل سيرفي مثلا، هاخد النقط بتاعه الجسات، يبقى دي معايا لير بوينت فيها كل المعلومات بقى اللي انا عملت لها ماس. طبعا المشروع ده بيبقى بدايته سيرفي، طبعا السيرفي بيقعد مش اقل من كام سنه، عشان في الاخر بتاع الجايس ياخد مثلا كام شهر في الرسم. فاهم قصدي؟ يعني دي ده من انواع المشاريع اللي السيرفي فيها شغل كتير جدا جدا، وبيجي لي على هيئه تقارير وبيانات وصفيه، وفي الاخر انا محتاجه اصيغ البيانات دي في شكل داتابيز. فساعتها هيكون الحل ان انا اعمل داتابيز هرسم فيها الفيتشرز اللي هي ليها لوكيشن، زي مثلا جسم القنطره، زي البوينت بتاعه الجسات، زي النقط بتاعه المناسيب، وكل الحاجات التقارير اللي جات لي من السيرفي هبتدي ادخلها يا اما في صيغه اتريبيوت تيبل، يعني شكل اعمده، يعني تيبل مثلا عايز اعرف اسم القنطره دي ايه، تاريخ الصيانه بتاعتها، الحاجات اللي انت اكيد حضرتك مثلا ممكن تكون مريت بيها، يبقى دي اللي البيانات الوصفيه اللي هتتخزن في الاتريبيوت تيبل. تمام كده. وممكن يكون بقيه التقارير بتاعتي عباره عن PDF، انا برضو عايز اعمل لهم اتاش جوه الداتا بيز، بحيث ان انا لما احب ارجع لهم، او ان انا اعمل ريليشن مثلا ما بين التيبل ده والتيبل ده، لما اعمل سيلكت على الانطره الفلانيه توديني على البيانات الوصفيه اللي بتحمل مثلا بيانات عن جسم الانطره دي، حاجات شبه كده. تمام. دي كده مرحله مثلا ان انا ببني المشروع بتاعي من مجرد تقارير وبيانات ارقام لا حصر لها جايه من السيرفي، بصيغها في شكل داتابيز، يبقى كده اسمها دي مرحله بنسميها داتا برودكشن. احنا بنصيغ البيانات بتاعتنا بدل ما هي عباره عن ورق كده وبي دي افات، بنصيغها في شكل داتابيز. تمام كده. ممكن بعد كده اقف عند المرحله دي، ودي طبعا مرحله حلوه جدا طبعا، ان انا عرفت امسك البيانات بتاعتي في شكل منسق. وممكن بعد كده ممكن ادخل في مرحله زي مثلا تطبيقات زي السبيشال اناليسيز، اقدر استخدم حاجات زي الهيدرولوجي مثلا، اشوف لو حصل فيضان مثلا ساعتها منسوب الميه هيعلى لمسافه ايه، الاضرار اللي هتيجي من بعده. دي بقى كده كده دخلنا في مرحله الاناليسيز. تمام. قصدي ده دي كده تطبيقات الجي اي اس في حاجه مثلا زي الري. يعني موضوع انك تجمع داتا وتنزلها في خريطه ويبقى في اتريبيوت للخريطه ديت،
ده جاست الخطوه الاولى، وممكن وراها في ابلكيشنز كتير جدا بالنسبه لموضوع الاناليسز اللي بتتعمل على الجي او اس. ممكن تتوظف تاخد تستخدم الداتا دي تعمل بيها ابلكيشنز كتير جدا، صح كده؟ بالظبط. هو بص، هو برضو مش شرط ان انت يكون مثلا كمهندس راي مثلا ان انت هت كل خطوات مشروعك من الالف لياء تتم بالجاي اس. انت ممكن تكون هتستخدم من الجاي اس الحته بتاعه طريقه تخزين البيانات، وبعد كده تاخد منه الفورمات بتاع الداتابيس ده تدخله على الابلكيشن المختصه بهندسه الراي هي اللي تطلع نتائج. فاهم قصدي؟ بس ممكن يكون الابلكيشن بتاع حاجات هندسه الري دي بياخد الفورمات بتاع الداتابيز بتاع الجاي اس، تمام؟ مش بيقبل مثلا من بي دي افات. يبقى انت استخدمت الجاي اس ان انت تنتج بيه قاعده بيانات، وتاخد قاعده البيانات دي تدخلها على الابلكيشن المختصه بالمجال بتاعك، بعد كده هي اللي تطلع النتائج. تمام؟ جزاك الله كل خير. الجزء السؤال الثاني بقى موضوع السبيشال اناليسيز، ينفع على هل ينفع على فيكتور داتا ولا هو سبيشال داتا؟ هو ممكن يكون ان انا ببتدي الشغل بتاعي من فيكتور داتا عشان احوله الراستر واكمل الانتاج، يعني النتائج بتاعتي تيجي من الراستر، فهو بيتعامل مع الفيكتور وبيتعامل مع الراستر. الو، ايوه تمام دكتور. ايوه باشمهندس محمد، باشمهندس محمد كمان. ايوه انا كان عندي سؤال دلوقتي في ايه الفرق بين الجي اي اس والبيم تكنولوجي في الاناليسيس بتاع مثلا خطوط الميه او الغاز او الكهرباء؟ طيب، هو انا الحقيقه ما عنديش فكره عن التكنولوجي اصلا عباره عن ايه، فلو انت قربت لي الدنيا شويه اقدر اربط. ايه؟ بيلدينج موديلنج انفورميشن، بي اي ام. دي تكنولوجيا خاصة بمبنى، يعني مش بالمدينة كلها، لا مبنى صغير أو فيلا صغيرة بالمباني، يعني حاجات في تصميم المبنى بقى، الخرسانة والأعمدة وكده. يعني إيه بقى؟ على سكيل صغير، يعني البي أي إم على سكيل صغير، أصل في برامج للإنفراستراكشر للجزء بتاع البي أي إم، سواء خطوط الكهرباء، المواسير، المية، الصرف. بيبقى عليها نفس المعلومات اتجاه السريان، القطر، السرعه، موديه لفين، التدفق، ما الى ذلك. كده الجي اي اس بيضيف ايه جديد، او ايه اللي يخليني مثلا في حته زي دي استخدم جي اي اس وما استخدمش البي اي ام؟ طيب، هو كده واضح ان في تشابه من الاثنين، لان كل اللي حضرتك بتقول عليه دوت انواع من الابلكيشن اللي موجوده في الجي اي اس، زي اليوتيليتي نتورك مثلا، هو بيعمل كل اللي حضرتك بتقوله. تمام؟ فقد يكون ان انا بادئ ان انا كده كده مثلا احد اسباب يعني اختياري ان انا اكمل جي اي اس او اكمل بالبي اي ام، ان انا اوريدي شاري اللايسنس بتاعت الارك جي اي اس، فطالما هي كده كده هتأدي لي نفس النتيجه، طب ما ليه اخلي شركتي مثلا تتكلف ان انا اروح اشتري سوفت وير تاني عشان يكمل، وممكن نفس السوفت وير اللي انا ابتديت بيه يكمل لي نفس الشغلانه. قد يكون دي احد الاسباب. فاهم قصدي؟ ممكن يكون في حتت تانية، تخصصات تانية ليها ابلكيشن معينة بتطلع يعني بيئة الجاي اس مش تفهمها، يبقى ساعتها انا ممكن ابتدي اشتغل بالارك جاي اس مثلا في مرحلة انتاج البيانات، وبعد كده اخد البيانات على الابلكيشن المتخصص بتاعي هو اللي هيطلع لي النتائج. تمام؟ اذا الجاي اس مش بيطلع لي النتيجة دي. تمام 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 فهمت. علاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا جزيلا على المعلومات القيمة والمعلومات اللي احنا استفدت بها. بس كان في سؤال، انا يعني مثلا بتاعت الطرق. ماشي، انت بيبقى مثلا عندك نفق وكباري، فمثلا لما بتعرضها فبتبقى الطرق بتبقى فوق النفق، فانا عايز ارتبها او ممكن توبولوجي. انت حضرتك عايز تعرف ازاي افرق ما بين ان ده شارع وده نفق وهو ماشي في نفس المكان؟ ايوه تمام. هو انا المفروض ان انا لو انا في مرحله ان انا بكريت داتابيز فقط لا غير، مش هعمل عليها اناليسيس، فالمفروض ان انا بيبقى من احد صاغه الطرق صاغه الداتابيز بتاعتي ان انا عندي حاجه اسمها سب تايب. سب تايب يعني كاني خدت اللاير دي بتنقسم الى كذا وكذا وكذا، فالمفروض في الغالب ان في اللاير بتاعت الرود دي بيبقى الفيلد بتاع التايب اللي هو فيه انواع الشوارع دي بيبقى معمول بطريقه السب تايب، فانا بسكن اللاين ده
ده هل هو طريق يعني كأنه هو شارع رئيسي برايمري ولا سكندري ولا ايه بالظبط، ولا هل هو اوفر واي ولا هل هو اندر واي، تمام. فبمجرد ان انا شفت اتنين شارعين ما بينهم اوفرلاب او هما الاثنين ايدنتيكال على بعض، وبعدين جيت رحت فتحت الاتريبيوت تيبل بتاعهم او بصيت على السب تايب بتاعهم، لقيت ده واخد مثلا برايمري ستريت وده واخد اوفر واي، فخلاص كده ده ما فيهوش خطأ في البيانات، تمام. يعني ده كده صاغه اللي رسم الداتا دي هو كده ما غلطش، هو في فعلا في اوفرلاب ما بينهم، تمام. طب لو انا هدخل على مرحله الاناليسيس بقى، ان انا هعمل نتورك اناليسيس للطريق، يبقى انا لازم يبقى معايا فيلد اساسي اللي بيعبر عن الاليفيشن، يبقى فيلد اليفيشن. لو الطريق ده طريق عادي اللي هو شارع بياخد الاليفيشن بتاعه زيرو، لو الطريق ده او اللاين ده او الفيتشر ده كان كوبري يبقى بياخد في الاليفيشن 1، لو هو كان او في احيانا بيبقى فيه اكتر من مستويات، يعني بيبقى عندنا كوبري مستوى واحد وكوبري مستويين او ثلاثه، فساعتها كل مستوى فيهم بياخد واحد او اثنين او ثلاثه، تمام. طب لو هو نفق يبقى انا ساعتها سالب واحد، فاهم قصدي؟ فيبقى ساعتها في حاله الاوفرلاب ما بين الشوارع، يبقى انا اروح ابص الاول على التايب دي اول نقطه لو انا مش هعمل اناليسيس. طب لو انا بعمل اناليسيس يبقى لازم يبقى معايا فيل تاني اسمه اوليفيشن، وساعتها لو هو زيرو هيبقى شارع، لو هو سالب واحد هيبقى نفق، لو هو واحد او اتنين او تلاته هيبقى كوبري. هو وفي التصحيح برضو بتبقى نفس الحكاية. ما هو ما أصل هم بتبقى، لا ما هو اتفضل. بتكون الطريق تحته مثلا فوق كوبري، فأنت بتقول ما فيش حاجة طريق فوق الطريق، فهو بس نازل حتة دي برضو كمان بتبقى. تمام. هو انا بص، هو المفروض ان انا في لو عملت صاغه الداتابيس بتاعتي عن طريق سب تايب، يبقى انا على كل سب تايب ده اقدر احط رول. يعني انا لو مثلا في التوبولوجي احط رول ان الرودز ماست نوت اوفرلاب، فهاجي هستثني منها حاله الايه الاوفر واي والاندر واي، فاهم قصدي؟ في أفهم حين ان مصدر. انا هستثني منهم، مش هحط الرول ده. او لو حطيت الرول دوت، لو جيت عند في حاله ان في نفق وكوبري وشارع حصل لهم اوفرلاب، هبتدي اقول له اكسبشن للحته دي، لا تمام انت قلت لي ان هنا في اوفرلاب بس انا عارف ان الاوفرلاب ده صحيح، وابتدي اعمل له اكسبشن واخلص الداتا بتاعتي على كده. ماشي. هو في سؤال، لما حضرتك كلمت عن نتورك الاول، ما بتبقى في نتورك في حاجة اسمها تتبع الاول عشان اعرف اللوكيشن في الادوات، صح؟ زي اوبر كده، انت مثلا انت عايز تشوف العربية، اهن العربية اللي هتخلص الوقت النازل ديت، اللي بص، بيستعملوها. هو في الاساس، بص، هو انت في حاله زي حاله اوبر كده، انت خرجت البيانات من بيت الجي اس وخليت في ديفولبر ابتدى ياخد البيانات دي يحطها في ابلكيشن معين هو عامله عشان يعمل تتبع، تمام. لكن طول ما انت في بيت الجي اس، هو الهدف من النتورك اناليسيز هو مش التتبع، هو الهدف سهوله الوصول من النقطه دي للنقطه دي، المسار بتاعي شكله ايه وبياخد وقت قد ايه، هو ده الهدف من النتورك بتاعنا. لكن تتبع بقى يبقى انت دخلت في ديفولبر ده نزله مثلا على ابلكيشن تاني بتاع موبايل وهكذا. أصلا لقيت في أوبر منزلة بعض الإمكانيات التولز اللي بتستعملها، فكلام طلع كبير شوية. لا لا، ما احنا متفقين ان الحاجات الداتا اللي بيمشي عليها اوبر والحاجات دي هي داتا جي اس، بس في ديفولبر بقى خد أنا فاهم، الفورمات ده ونزلها في ابلكيشن بقى هو عامل فيه التولز دي. ماشي كده. شكرا حضرتك. ماشي. باشمهندس هناء، عندك حضرتك سؤال؟ عندي سؤال تاني معلش. اتفضل. رابع. خامس سادس عادي يعني. ماشي. اوكي. اهلا بحضرتك. دلوقتي تقريبا الجي اي اس بيشتغل في المطارات ومجال الطيران عموما. هل ده صح ولا غلط؟ ولو بيشتغل يبقى شغله ايه بالظبط؟ بصي، هو يعني انا ما شفتش صراحه في مجال الطيران قبل كده يعني حد استخدم جايز، بس يعني في تخيلي مثلا ان المسارات التراكات بتاعه الطيران ممكن تتعمل على شكل لاين جايز، بس هل ده حاصل حقيقي فعلا؟ لا، مع الحقيقه ما يعني ما عنديش فكره هل فعلا اي مجال الطيران بيتعامل بالجايز ولا لا، بس أنا ده قبل كده كان في حد كان رايح، أصل في المطار كورسات ملاحة جوية تقريبا أو حاجة زي كده تدريب،
وبيستخدموا في الجي اي اس فعلا وكده. فده الكلام ده انا عرفته من حد شغال في المطار، فانا حبيت اسال بس هل فعلا الموضوع يعني يستحق ان الواحد يتعب عشانه ولا لا؟ بصي، هو انا زي ما يعني ما قلت لك ان اي حاجه فيها لوكيشن ينفع تدخل سيستم جي اي اس، تمام؟ أكيد. فلو احنا تخيلنا ان اللوكيشن بتاع المطارات اقدر امثله في داتا بيز، لا ينفع طبعا. المسارات اللي هتمشي فيها الطيران يعني دي بتبقى ليها خطوط ثابته، تراك ثابت الطياره بتمشي فيها، للمسارات دي اقدر اعملها في الجي اي اس؟ اه طبعا ينفع، تمام. بس هل انا عندي معلومه وثيقه ان المطارات بتستخدم جايز دي؟ لا، انا يعني ما حصلش احتكاك بيني وبين شغل في المطارات قبل كده عشان ابقى عارف. بس ينفع؟ اه طبعا ينفع. تمام، اوكي، ميرسي لحضرتك جدا. في سؤال ام اي كي. تفضل. تفضل يا باشمهندس. مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت، انا كنت عايز اعرف، هو برنامج ارك جي اي اس ده هل هيكون كافي مثلا في الشغل، ولا مثلا في حاجة مثلا تانية المفروض نزودها؟ بص، هو يعني ده من اشهر برامج الجي اي اس، وافواهم بلا منافس الحقيقه. يعني في الغالب معظم الشركات بتشتغل بالارك جي اس، الا لو مثلا مكاتب صغيره مثلا مش قادره ان هي تتحمل تكلفه اللايسنس، لان اللايسنس تعتبر غاليه. فلو في مكتب صغير مثلا ما يقدرش يتحمل الكوست بتاعه الارك جي اس، بيبتدي يلجأ لبرامج اوبن سورس مثلا زي الكيو جي اي اس مثلا، او حاجات كده يعني ممكن ساعتها يستخدمها. بس البرامج دي طبعا امكانياتها اقل بكتير من الارك جي اس يعني. يعني لو انا اتعلمت الارك جي اس ده هيكفيني عن كافة البرامج التانية. بالظبط، يعني انت الارك جي اس ده هو الاشمل اللي فيه كل حاجه. فلو انت يعني اللي بيعرف يشتغل كويس على الارك جي اس، اول ما هيفتح اي برنامج تاني مش هيبقى صعب ان هو يتعامل معاه. لكن العكس لا، يعني لو انت بقى اشتغلت يعني اتعلمت على برامج تانية وما تعرفش جاي اس، لو جيت تشتغل على جاي اس هتبقى يعني الموضوع صعب كتير يعني. تمام يا دكتور، فهمت. لو سمحت كان عندي سؤال تاني. اه اتفضل. مثلا، انت حضرتك قلتي ان ده خاص بالمبتدئين بس، صح؟ اللي هي الاربع محاضرات دول. اه طب مثلا لو عايز ازود تاني، مثلا هي اه هحتاج ازود ايه؟ يعني ايه الحاجات المفروض ازودها؟ يعني بص، هو احنا في المستوى ده او في الكورس ده هناخد بس ازاي نبني داتابيز بس بشكل مبسط جدا، يعني مش هناخد فيه كل امكانيات الداتابيز. وهنتعلم الديجيتايزنج والايديتنج يعني بنسبه تقريبا 70%، وتخلي البيانات في الاتريبيوت تيبل، تمام. بعد تمام. كده كبيزكس لازم المفروض تبقى عارفها عشان تستكمل بيها شغلك. المفروض تبقى عارف باقي بيلدينج الجي داتابيز، زي ازاي تعرف تبني يعني تعمل سب تايب ودومين، وتعرف ازاي تعمل توبولوجي، وتعرف ازاي الريليشن ما بين التيبلز، تقدر تعمل لاي اوت وهكذا. كل الحاجات دي برضو المفروض تبقى عارفها. تمام حضرتك، شكرا. العفو على ايه؟ شكرا يا دكتورة. في بس سؤال، ممكن متطلبات تشغيل البرنامج؟ يعني هو محتاج جهاز قوي مثلا؟ إيه لا خالص، لا يعني اي جهاز عادي عادي ممكن لا يشغله، يعني حتى بروسيسور كود ديو كان بيشغل ارك جي اي اس بكفاءه، ما فيش اي مشكله. مش بيحتاج رامات عاليه، ومش بيحتاج كارت جيجا، لا 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 يعني. ومشتغل على ويندوز 7، ما فيش اي مشكله. تمام يا دكتورة، جزاكم الله كل خير. أنا حطيت رابط القناة بتاعت حضرتك بحيث لو الناس حابة تتابع، اه وحطيت الصفحة بتاعت الـ جي اس أكاديمي بحيث برضه الناس لو حابة تزود وتستفاد أكتر إن شاء الله. تمام ان شاء وحطيت الله. رابط تسجيل الحضور بحيث لو الناس تسجل برضه الحضور، ويعني بحيث الشهادة تطلع. فنتمنى الناس ما تنساش رابط تسجيل الحضور. تمام، ألف شكر حضرتك دكتور، ألف شكر، جزاكم الله العافية. العافية، مش معنى العافية عليا.